أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. النهاردة هنناقش أكتر من موضوع، طبعا مع الحرب الدائرة في روسيا وأوكرانيا وأخبار الاقتصاد العالمي، وفي خبر جديد عن ترامب أنه في مأزق. هنبدأ طبعا يعني الحدث اللي حصل من أسبوعين، ونشوف النيابة حصل فيها إيه، والكنيسة أصدرت برضو بيان عن الحرايق في الكنائس، في 9 كنائس أو في 10 كنائس أو في 11 كنيسة اللي حصل فيهم، وأيضا كلمة الأنبا أرميا، واللي فاهم حاجة يتصل بي يقول لي أنت فهمت إيه من الحاجات دي، لأن أنا فعلا مش عارف هل في فاعل أو ما فيش فاعل، هل هو الماس الكهربائي ولا الشمعة ولا أطفال ولا في حد من بره ولا في حد مستقصد أجهزة تكييف الكنائس، مش عارف. لكن أنا مش بشكك في قدرات حاجة، لكن هي الدولة، رئيس الدولة كان على اهتمام بالحادثة بتاعت امبابة، ده لا شك فيه، واحنا اشادنا بهذا الموضوع. لكن قرارات النيابة اللي حصلت في كنيسة الانبا بشوي، والكنيسة تفحمت عن اخرها مش سبب شمعتين لاطفال بيلعبوا، ده حاجة ممكن تبقى تخمينية، هل هو ده اللي حصل؟ الكنيسة اكدت ده، فما عندناش غير ان احنا نصدق، لكن الانبا ارمية الحاجة تانية. وطبعا في ناس على السوشيال ميديا بتقول حاجات، ففي الاخر خالص في حرايق ل 11 كنيسه في وقت واحد ومحدش عارف في ايه، والنيابه بتقفل المحاضر كلها ومفيش فاعل. في كنيسه في اسكندريه بفعل فاعل، ومع ذلك لم يؤتى بالفاعل، او ان الاعلام ما جابش مين اللي بيحدف كور ناريه على الكنيسه الصغيره اللي موجوده في اسكندريه. وده انا عايز اقول للناس ان الفاعل هو يا اخوان يا سلفيين، ما هم دول اللي بيعلنوا العداء للمسيحية وللكنائس، وعلى الدولة انها تشوف في خلية اخوانية هنا، في تيار متعصب في الحتة الفلانية، وتشوف ايه اللي بيحصل، واكيد هتوصل لحاجة. هنشوف بس بيان عاجل من الكنيسة الاول، علشان هو ده اللي هدى الناس، وبيان من النيابة، وبرضو نجيب كلمة الانبا ارمية، ويبقى احنا عرضنا الثلاث اراء اهم، في رايين متحدين اللي هو راي النيابه مع الكنيسه الراي الرسمي، وراي الانبا ارميه ان لا في حاجه، ويعني حضراتكم في كمان كاهن من كنيسه في اسكندريه قال ان في حاجه. فكلمه في حاجه او ما فيش حاجه اللي تحددها الدوله ومسؤولين الدوله، لان في عداء وفي كراهيه من طيارين كبار، حتى في عداء للدوله من التيار الاخواني، وده الفكر الاخواني يعني متشعب ومتسلسل بقى له كام سنة موجود في مصر، وهو موجود حتى هذه اللحظة، ودخل حتى في المؤسسة الدينية الكبرى في مصر. نشوف كده مع بعض البيانات ونقراهم لحضراتكم، وناخد كلمة الأنبا أرمية برضو نتذكر بها. بيان الكنيسة الأول، بيان الكنيسة ده صدر بعديها بثلاث أيام لما طالبوا اللي بيحصل بخصوص كنيسة القديس الأنبا بشوي بالمنيا الجديدة، وحادث الحريق الذي طال امس اللي يعني طلع تاني يوم، يعني كنيسه الدور الارضي بها. توصلت التحقيقات التي اجرتها النيابه العامه والمعمل الجنائي، وبعد تفريغ كاميرات الكنيسه وجهاز الدي في ار، الى ان منشئ الحريق يعني سبب الحريق بعد بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من ابناء الكنيسه داخل الهيكل. هل الهيكل فيه اطفال بيلهوا فيه؟ دي برضو اتقال عليها في السوشيال ميديا حاجات كتيره قوي، وعلى الكنيسه انها تبرر هذا البيان بالقرب من المذبح وذلك من غير قصد منهما. طبعا انا مصدق بيان الكنيسه، الكنيسه هتقول لي انا مصدقه لان هي المتضرره، لكن هي شافت الفيديو اعتقد، ما بتعلنوش للناس ليه؟ في ناس طلبوا باعلان الفيديو للاطفال اللي بتلعب، ومع ذلك ما شفناهوش. واستدعت النيابه العامه الطفلان واسرتيهما وتم سؤالهم، واقروا بما ظهر في التسجيلات المصوره التي ظهرت في تفريغ الكاميرات، وتؤكد ان النيابه العامه قامت بواجبها مشكوره على اكمل وجه بالاشتراك مع اجهزه وزاره الداخليه، سواء في التحريات او التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعه والجديه والدقه والشفافيه، مما ساهم في اجلاء حقيقه الحادث. وسوف تبدا برشيه شرق المنيا التي تتبعها الكنيسه فورا في عمليه الاصلاح واعاده المكان الى ما كان عليه قبلا، وتناشد الكنيسه الجميع عدم الالتفاف الى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تماما عن الحقيقة،
وإلى محاولات التشكيك المغرضة. حفظ الله الوطن والكنيسة من كل سوء ومن كل شر. ده كان يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، وأنا لا أشكك في بيان الكنيسة، أنا أصدقه تماما. على المشككين أن يتراجعوا، لأن الكنيسة هي الـ 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 يعني المتضرر الوحيد من الموضوع ده، لأن الكنيسة يعني الكنيسة الأرثوذكسية هي اللي تملك الكنيسة أو تحت رئاستها وتحت إدارتها، فأي حاجة مش هتقول حاجة مخالفة للواقع أو حتى أنها تخترح حاجة. ماشي، أنا طبعا مصدق قرار النيابة العامة هو موافق لما قال له بيان الكنيسة. نشوف قرار النيابة العامة مع طبعا مع صور لحريق الكنيسة، لأنه كانش حريق عادي يعني. بيان عاجل من النيابة العامة حول حريق كنيسة الأنبا بشوي، وده كان بتاريخ 16 يعني قبل بيان الكنيسة بيوم. الحريق كان ما كانش يعني شمع عملت كل الكلام ده، ممكن يعني ما يعني تأتي النار من أصغر الشرر زي ما يقول المثل يعني. وده على جوجل نيوز، وطبعا نيافة الحبر الجليل يعني أسقف شرق المنيا ومع السيد المحافظ وبعض الأراخنة يعني بيحاولوا يوصلوا إيه السبب. وطبعا هنا أثناء الحريق ومحاولة الإطفاء، وهي أتت على الكنيسة اللي في الدور الأرضي بالكامل. حضراتكم شايفين الدخان الأسود ده، نشكر ربنا أن ما كانش في حد في الكنيسة، لأن كان في احتفال قبليها 250 طفل، كانت هتبقى كارثة عالمية بكل المقاييس الإنسانية والغير إنسانية والاجتماعية والأمنية والأي حاجة تانية. يعني 250 طفل كانوا في مكان بيتحرق بعد ما هم غادروا بنص ساعة بهذا الحريق بهذه الكمية من الدخان، كانت هتبقى مشكلة لكل مصر. بيان عاجل من النيابة العامة حول حريق كنيسة الأنبا بشوي. اندلعت منذ قليل الكثير من الأدخنة التي كانت قد نتجت عن حريق في إحدى القاعات المغلقة في كنيسة الأنبا بشوي. يعني هو من الهيكل ولا قاعات مغلقة؟ في المنيا الجديدة، وبعد تصاعد الأدخنة ووصول بلاغ إلى الجهات المسؤولة، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى المكان، والتي قامت بدورها وتدخلت في الوقت المناسب حتى تمكنت من السيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق، وجاء ذلك بدون وقوع أي خسائر في الأرواح. تصريح محافظ المنيا، صرح محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي أنه تم السيطرة على الحريق الذي كان قد نشأ في كنيسة الأنبا بشوي بالمنيا الجديدة بدون وقوع إصابات، حيث أوضح محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي أن الحريق كان محدود وقد نجم عن ماس كهربائي. طب هو شمعة ولا ماس كهربائي في الدور الأرضي؟ وهو ما جاء زي ما يعني بص، في شهود عيان بيقولوا والمحافظ بينقل عنه، أكبر حاجة للطمأنينة. أنا مش بلوم المسؤولين، هم لازم يطمنوا الناس، بس ده مش بيان النيابة العامة، ما قالتش فيه ماس كهربائي، فالمحافظ ما قراش بيان النيابة العامة. كانت النيابة العامة منذ قليل انه جاري مباشرة التحقيقات، يعني كان لسه بيعملوا التحقيقات، لكن هو بيقول الشهود الاولانيين، هو بيحاول يطمن الناس. الطمأنينة دي فيها ممكن تبقى قلق اكتر. يا سيادة المحافظ نستنى التحقيقات، يا نيافة الاسقف وقال على فكرة نيافة الحبر الجليل الاسقف شرق المنيا قال نستنى التحقيقات. واحنا فعلا بيان الكنيسة لما صدر عن النيابة العامة قالت ان هو في شمعة او شمعتين من الاطفال وايدت البيان. انا عايز بقى نشوف بقى يعني الانبا ارمية لما لقى كنيسة امبابة، وبعدين قبليها ارض الجولف، وبعدين في كنيسة تانية في الجيزة، وبعدين تالتة في المنيا، ورابعة في حتة تانية، ويعني يعني انا مش عايز اجيب لكم الليسته تاني، لان في برامج تانية جابتهم ال11 كنيسه او ال12 كنيسه في مواقع تانية من المؤسسات الحكوميه اتحرقت بالتزامن مع هذا هذه الحرائق يعني. او يعني مش عايز اقول ان بس الكنائس، لكن في حاجات تانية، مؤسسات حكوميه زي مديريه التربيه والتعليم في قنا، وفي مدرسه بالكامل تم احراقها في احدى القرى في الشرقية أو تقريبا المراكز الشرقية، يعني في حاجات، ودي بفعل فاعل وابتدوا يمسكوا الفعل الفاعل. اللي أنا عايز أقوله إن في كاهن في كنيسة في اسكندرية قال إن في حد كان بيحدف كرات نار أو حاجات مولعة على الكنيسة واللي هي 60 متر، مش عارف 60 متر دي تعمل كنيسة إزاي؟ يعني أنا مش متخيلة 60 متر دي هتكفي كام واحد؟ وهل من الأمن وعامل الأمان إن يبقى فيها 60 دي فيها 100 مثلا؟
طب ما هو سهل استهدافهم يعني، مثلا يعني لو، واحنا عارفين اسكندريه يعني بيحبوا السلفيين بيحبوا المسيحيين قوي يعني، يعني مش عايز اقول اكتر من كده. فاكيد طبعا اي حد دماغه لاسعه هيتسلط من السلفيين او من الفكر الاخواني وهيبقى بالشكل ده. طيب الدوله تعمل ايه؟ في فعل فاعل. لما الاب الكاهن يقول لا في حد كان بيرمي كرات نار من الجيران، ما جابش ليه؟ ما اعلنش عنه ليه؟ يعني مش ممكن يكون يعني نظرة العين اهي، احنا شايفين ناس بترمي علينا كرات نار، ما جابتش ليه؟ الناس دي ما جابتش ليه؟ سؤال، انا بسأل سؤال، انا مواطن مصري بحب مصر وبحب النظام في مصر وبحب المسؤولين في مصر الملتزمين بالقانون وسيادة القانون، المسؤولين اللي بيخافوا على مصر واسم مصر والمواطن المصري، بحبهم جدا واحترمهم جدا واقول لهم جدا، ما جبتوش ليه الراجل ده؟ ولو هو ما قالش فلان، ممكن يبقى فلان ده بلطجي وخوفا منه ان هو يقلب الاتهام شخصي، المباحث فين؟ سؤال، انا مواطن مصري بحب مصر بسأل سؤال، فين الراجل ده؟ اهو ده في ايدينا وفي شاهد عيان او شهود عيان قالوا انه رمى نار، فينه؟ ما فيش. نشوف كلمة الأنبا أرميا. وكما تألمنا جميعا الأسبوع الماضي، شعب مصر بأجمعه وأتابع ما يحدث في كل بقعة من أرض مصر، فمن هذا المكان أعلن وأقول أن ما يحدث يحدث بتوقيتات منظمة وفي مواعيد محددة. لا أفحص السبب، ولكن أعلن من هنا أن هذا هو جرس إنذار للدولة كلها، فيجب أن نتكاتف معا لنستطيع أن نمر من هذه الأزمة. لا أتكلم عن أزمة الاقتصاد ولا أتكلم عن غلو الأسعار، كلنا في العالم نعاني، ولكن حينما تفقد الدولة محبيها ومن وقف معها تكون هذه بداية خطيرة لأمور أخطر، فيجب أن ندرك وأحذر من هذا المكان وأقول يجب أن نوقف هذا ونبحث عما يحدث، لا لكي نعلنه ولكن لكي نوقفه وقفا أبديا، لأن هذه البلد بلد آمن جاءها الجميع ليعيشوا فيها. أنا لا أقلق أبدا مما يحدث، وما حدث قبل أن ندخل الصلاة لا يقلقني ولا يؤثر فينا، لأننا نحن الأقباط نحب كنائسنا، نحب كهنتنا، نحب أساقفتنا، نحب بطرقنا، نحب بعضنا بعضا، وكذلك نحب اخوتنا في الوطن. الجميع في مصر يوقرون السيدة العذراء مريم ويحبونها، ولذلك لا يقلقني ابدا ما اسمعه، لكن ما يقلقني هو التنظيم والتوقيتات التي تحدث فيها. عموما نترك الامر بين يدي الله، فهو يستطيع أن يدبر أمور مصر والعالم كله، فهو خالق كل شيء وضابط كل شيء. سيدنا نيافة الأنبا أرميا طبعا يعني أدلى ببيان وقال علينا جميعا كمسؤولين في الدولة أن لازم نتدارك هذه الأسباب ونبحث إيه اللي بيحصل. بسيطة، اللي حصل قبل كده في رابعة عملوا إيه؟ لما فضيتوا مظاهرات رابعة عملوا ايه؟ حرقوا حوالي حاجة و80 كنيسة ومبنى كنسي، مش كده؟ كانوا مين؟ ما هم موجودين، ما هم متغلغلين في الشعب المصري، هم دول موجودين. وعندك انت المباحث العامة، مباحث الامن الوطني، ما عندك المخابرات، تقدر تجيب الفاعل بسهولة. بسهولة قوي. ويتحاكم إذا كان عندك النية في محاكمته، وإن دي جريمة ضد الدولة وضد النظام وضد المجتمع المصري وضد المسيح، مش المسيحيين بس، ده ضد المصريين جميعا.
لأن السلام الاجتماعي يخص المصريين كلهم، مسيحيين وغير مسيحيين، مسلمين وغير مسلمين، حتى اللادينيين يخصهم السلام ده طبعا. السلم الاجتماعي اللي يقدره واللي يخليه يهرب من المجتمع لازم يتحاكم. وعندك قوانين يعني كتيرة قوي للمحاكمات. أرجو من الناس اللي في موقع المسؤولية إن ما تتكررش تاني إن 11 كنيسة في أسبوع. يعني قولها لأي حتة كده في العالم، يعني أي حد من غير ما يقول أي حاجة من غير بيسمع الخبر، في 11 كنيسة بيولعوا في أسبوع واحد في أسبوع النهضات، بخاصة بصوم السيدة العذراء، ودي الأيام دي مقدسة عند المسيحيين وعند المسلمين في بعض الأماكن. وعايز أقول إن في مسلمين بيصوموا مع المسيحيين بالشلولو والعيش بس في بعض القرى، وسيدات فضليات مسلمات. يعني في خيط محبة موجود ما نقطعوش، في سلم اجتماعي موجود ما يتكدرش، علشان في موائمات ما بين الإخوان والسلفيين وبعض الأجهزة. نرجو إن ما يحصلش حاجة لمصرنا الحبيبة، لا كنايس ولا غير كنايس ولا حتى مدارس ولا أي حاجة، ولا نتمنى أبدا إن أي منشأة تحرق لأي سبب كان. هنيجي بقى لوزير التربية والتعليم الجديد. الحقيقة في آمال كتيرة، يعني من ضمنهم طبعا المقال الصحفي المفكر هاني لبيب في روزا اليوسف عن إن في منهجية التغيير. لو يقدروا تجيبوا لنا يعني ممكن تتصلوا بيه. وفي قانون قضايا وفي قضايا تانية تسرب من التعليم، وفي كمان عندنا أنباء مفرحة في وزارة التربية والتعليم بتغيير الأنظمة شوية بحيث أن يبقى في عدالة في النتيجة وتنسيق الجامعات. لكن معنا على الهاتف الأستاذ نائب السابق نائب مجلس النواب والمحامي الأستاذ ثروت بخيت. مساء الخير يا فندم. ألو، مساء الخير يا استاذ ثروت. ربنا يخليك. يعني كان بيان الانبا ارميه واضح ان مش عايز اقول فعل فاعل، مش عايز اقول اهمال، مش عايز اقول شموع، مش عايز اقول ماس كهربائي، لكن 11 كنيسه في اسبوع او 10 ايام في وقت النهضات ما حصلش حاجه بعد النهضه ما خلصت، مش كده؟ يعني يبقى فيه ولا ما فيش؟ وفي متهم اساسي عندي لما حصل في فض رابعه وحرقوا لنا 84 كنيسه كان الاخوان والسلفيين معا. فيعني طبعاً. فالمتهم واضح وجلي وصريح، اي حته فيها تعصب هتبقى الكنيسه مستهدفه والمسيحيين مستهدفين. يبقى من يحمي هذا المواطن؟ هو الدوله. فين الدوله؟ طبعا. يعني حضرتك الكلام اللي قاله انبا ارميه الحقيقه مقلق جدا استاذ عادل، وحضرتك عارف انه الانبا ارميه قلما يتحدث وقلما يهاجم الدوله او يهاجم الامور بالشكل ده، ولكن اعتقد انه الانبا ارميه لم ياتي بهذه الكلمات او بهذا التصريح من بنات افكاره، ولكن لديه المعلومات تفيد ان هناك متورطون في كميه الحرائق التي حدثت خلال نهضه السيده العذراء. صحيح خلال نهضه السيده العذراء، عارف حضرتك انه لو الكنيسه الطاقة الاستيعابية بتاعتها 1000 بيبقى فيها ضعف العدد. ضعف العدد، لكن هناك علامة استفهام حول كنيسة الأنبا بشوي في المنيا. تمام. البيان الذي صدر للوهلة الأولى كان أنه هناك ما يربو من 350 طفل كانوا في مهرجان الكرازة، أنهوا كل
كل مسابقاتهم، وقاموا الخدام بإخلاء أو بالانتهاء من الحدث أو الفاعلية التي كانت مقامة لهؤلاء الأطفال من أبرشية شرق المنيا والمنيا الجديدة. وحضرتك عارف زي ما أنا عارف، زي ما كل الناس عارفين، إنه الكنيسة لا مستحيل أن تغلق على أطفال، على طفلين يقوموا بالعبث بالشموع. طبعا وإذا حدث ذلك فكان أكيد 350 طفل على الأقل يعني معاهم على الأقل 20 خادم عاقلين راشدين قادرين على استيعاب هذا الأمر. ولكن البيان الرسمي الذي صدر بعد ذلك من نيافة الأنبا فام قال لا تثيروا خلف الشائعات، وإن الأطفال هم اللي عملوا كده. ولكن حضرتك، أنا كرجل قانون قيل إنه النيابة رأت فيديو يفيد إنه الأولاد قاموا بالعبث بالشموع، ترتب عليه إنه الكنيسة احترقت أو الستر، النار مسكت في الستر فترتب على كده حرق الكنيسة. الموضوع سهل جدا وبسيط، هو نشر الفيديو اللي على أثر النيابة قالت إنه في طفلين قاموا بالعبث بالشموع وقامت على أثرها. إذا الكلام اللي قاله نيافة الأنبا أرمية، ما فيش دخان من غير نار، فعلا الكلام اللي قاله الأنبا أرمية مع الأسف حادث المنيا بالذات يؤكد إنه هناك حرائق بالفعل. حادث الاسكندريه، وجابوا الكاهن على الهواء في احدى القنوات اللي موجوده في مصر وقال ان في حد كان بيرمي كرات من النار اثناء الصلاه واثناء النهضه في اسكندريه في كنيسه مساحتها 60 متر. اولا قول لي يعني ايه كنيسه مساحتها 60 متر دي؟ انا مش متخيلها برضه. لا حضرتك يمكن حضرتك عشان سافرت من عشرات السنين للخارج. انا بقالي 22 سنه بره مصر يعني. طيب فاحنا في الفتره ويمكن حضرتك يوم حادث ابو سيفين كلمتني وقلنا انه الحقبه السادتيه والمباركيه هي اللي هي المجرم الحقيقي في هذه القضايا، لانه سواء في الصعيد او في الاماكن الشعبيه المكتظه بالسكان كانت شقق وتحول الى كنائس. الشقه في الدور الاول، بعد كده ناخد الدور الثاني، ناخد الدور الثالث، ناخد الدور الرابع، وتبقى الكنيسه عباره عن 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 عود قصب من الدور السابع ولا من الدور الثامن للدور الارضي. لا، في كنائس كتير بالشكل ده، سواء في الصعيد منظره حضرتك بتبقى مثلا بتبقى 5 في 5 وبتتعمل وترفع عليها دور ثاني ودور ثالث ودور رابع. وكان البنى يتم بالليل، وكان البنى يتم قصف ولزق، وكانت البنى يتم. فقصة انه في كنيسة 60 متر ده طبعا ده موجودة في كافة ربوع مصر، مش في اسكندرية ولا في القاهرة ولا في اي مكان، حتى في القرى المتسعة وفيها اماكن. برضو بقول لحضرتك بتبقى منظرة العيلة بتتحول، كانت في الحقبة السادتية وحقبة مبارك الى كنيسة. واي مكان كان بيعملوه زي قاعه اجتماعات كده للعزاء ولا غيره ولا الاحتفالات كان برضه بيتمارس فيه شغل مدارس الاحد، وبعد كده ما بقاش كنيسه قريبه كان بيتعمل كنيسه. بالظبط، لانه كان اي دار مناسبات او منظره او دوار لعيله، القريه ما فيهاش كنيسه بتتحول الى دار مناسبات، ثم الى مكان لمدارس الاحد، ثم الى مكان للصلاه لكل شهر قداس، ثم كل شهر قداسين، ليصبح الامر امر واقع لنصل الى انه بيقام فيها الشعائر على مدار الاسبوع. هنا في امريكا دوله علمانيه لا ادعي انها يعني اتجاهات دينيه خالص، المباني هنا بتبنى بناء على أوامر من الحي والتنظيم والحاجات دي كلها، فالكنائس والمساجد والمعابد حتى الهندية والبهائية وغيره كله بيبني زي ما هو، يعني الحد الأدنى تقريبا لما يقولوا فيه 100
او 200. احنا الحد الادنى كام علشان يبنوا كنيسه في اي مكان، ولا ده مش بيحدده القانون؟ لا بيحدده القانون، قانون بنى الكنائس، قانون بنى الكنائس الاخير اللي هو صادر في سنه 2081 لسنه 2016 بيقول لو كان 10 افراد ممكن تعمل لهم كنيسه. طب حلو قوي. احنا تعدادنا من 15 مليون ل 20 مليون، انا اختلف، لكن اقل حاجه 15، وناخد النسبه زياده بتاعه ال 2%، ولا يعني عايز اقول ان احنا بنزيد 2 مليون فاكيد منهم 200,000 او 250,000 مسيحي، يعني من نفس النسبه يعني. طيب بالظبط، وحتى عدد الكنايس اللي يناسب 250,000، لو كل 10، انا بقول لو كل 1000 يبقى احنا محتاجين على الاقل 250 كنيسه كل سنه. أنا عايز أقول لحضرتك، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، إنه صدر القانون في سنة 2016، لم يصدر تصريح لأي كنيسة منذ صدور القانون، إلا كل الكنائس التي صرح ببنائها وتم بنائها بالفعل هي كنائس قامت بترخيصها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من 2016. أيوة، ولكن كل الملفات القائم عليها أفراد أو شخوص ما زالت حبيسة الأدراج حتى هذا اليوم. طيب وإيه السبب؟ السبب يعني ما السبب؟ لا يوجد أسباب. يعني حينما تسأل المسؤول في الوحدة المحلية أو في الحي أو في الجهاز يقول احنا لسه في استكمال باقي الاجراءات، وهيقعدوا يستكملوا كده لغايه 30 40 سنه. ما هو يعني ما ده طبيعي اللي حاصل. ولكن عدد الكنائس منذ ان اتى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى سده الحكم اللي بنسمع عنها كل يوم وفي كل منطقه وخاصة الأماكن الجديدة، كل مكان، والسيد الرئيس كلما افتتح مدينة جديدة في كنيسة جديدة، أنا أشهد بده. مدينة جديدة في كنيسة جديدة، بس هم كلهم 61 كنيسة في 8 سنين. كل هذه الكنائس، ما هم 61 كنيسة في 8 سنين يا أستاذ ثروت، وكلهم في المدن الجديدة، مفيش تصريح جه في مبنى يعني ما مش عارف أقول إيه، الأماكن المكدسة بالسكان دي، ولو بيجتمعوا بحته الارض ولا حاجه ويبنوا كنيسه، مفيش تصاريح. لا مفيش تراخيص نهائي، يعني انا زي ما انا بقول لحضرتك، ولكن التراخيص كلها قامت بترخيصها الهيئه، والهيئه طبعا حينما تذهب بالاوراق، الاوراق بتمشي بسلاسه وبسهوله، ولكن كل لو في اي قريه النهارده في كنيسه مقدمه من 2016 لحد النهارده الاوراق حبيسه الادراج من صغار الموظفين المتطرفين. طب معنى كده يعني مش هنبني كنايس، والناس هتبتدي تتكدس برضو في الاماكن، واي حادث ولا حاجه هينجم عنه كارثه زي اللي حصلت في امبابه 42 ويمكن اكتر. طب ما هو احنا اتفقنا انه الحرب بين اوكرانيا، حسب معلوماتي الحرب بين اوكرانيا وحرب بين روسيا لم يقتل فيها 42 في اي هجوم، في اي عمليه عسكريه لم يحدث يعني. طب ما دي برضو يعني تساؤلات برضو يا استاذ ثروت، ويعني مش عارفين نعمل ايه. انا واثق في رئيس الدوله ان هو فعلا عايز مواطنه وعايز مدنيه حقيقيه، لكن على ارض الواقع هذا لا يطبق، ودي برضو الفرق بين ما يقال وبين التطبيق، فأنا محتار أعمل إيه؟ يعني أنا كمواطن أعمل إيه؟ أن يوجه أوامر لصغار الموظفين المسؤولين عن إصدار التراخيص في مصر بأن يحذو يعني قمة السلطة التنفيذية وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن لو ظل الامر متروك لصغار الموظفين لن تحل المشكله. اكيد يعني هو انا عايز كمان اقول ان صغار الموظفين دول ناتج التعليم المصري، والموضوع اللي انا كنت طبعا عايز اسال حضرتك فيه، في ناس بتتسرب من التعليم المصري حتى هذه اللحظه من البنات ومن الولاد، وفي مقال
الحقيقه في جرايد مصر كلها بيقول ان في دراسه اتعملت عن التسرب من التعليم، وقالوا ان في نسبه ترقى الى 2.5% متسربين، ودي برضو نسبه كبيره مش قليله. يعني طبعا بفرض ان انا مصدق هذه النسبه، يعني انا اعتقد النسبه ممكن تبقى اكتر من لا، كده قليل. النسبة اكبر من كده بكتير. بس حتى لو 2.5% في 2 مليون، يعني دخلنا في الافات طبعا متسربين من طبعا التعليم. بدون شك بدون شك. طيب ال القضيه هنا دي قضيه دوله، يعني طبعا دي قضيه دوله، والتعليم مجاني حتى المرحله الثانويه والجامعيه كمان مجاني، بس مع انه في وجود تعليم خاص، فنقول هي عمليه ميكس، يعني في التعليم الحكومي اللي هو التعليم المجاني، وفي تعليم الجامعات الاهليه. انا لا اعترض على الجامعات الاهليه ولا الجامعات العالميه، يعني كلها تفتح في مصر واللي قادر يخش، دي حاجه جميله، حاجه انا اؤيدها يعني. لكن التسرب من التعليم ده مشكله دوله، يعني تتحل طبعا. ازاي؟ يعني كعضو سابق في البرلمان الموقر، هل المشكله دي يعني ما تتحلش بقوانين، او بان بص يبقى في ثقافه مغايره تاني، يبقى في مسؤوليه على المسؤولين كمان انهم يتشالوا لو في نسبه تسريب من التعليم زي نسبه الغش الجماعي بص كده، بص المفروض برضو يتشالوا شويه من الوزاره؟ حضرتك ابدي رايك في الموضوع ده، اتفضل يا فندم. بص استاذ عادل، التعليم هو اساس، هو قاطره التقدم. يعني كان شغل الشاغل وانا في البرلمان وبعد البرلمان وقبل البرلمان، انه اذا كان هناك في اي بلد تعليم جيد، ستجد محامي جيد، محاسب جيد، دكتور جيد، ضابط جيد، هتجد المنظومه كلها، لانها الاساس في التعليم. لكن مع الاسف النهارده يعني حضرتك، مشكله التسرب بالتعليم والامنيه القراءه والكتابه دي كارثه للمستقبل، مش كارثه للنهارده، دي كارثه للمستقبل. وده كلام حقيقي، التسرب من التعليم، اما لكثره عدد الاطفال لدى الابوين ومش قادرين، عايزينهم يشتغلوا معاهم في الحقول، عايزينهم، الولد مش نافع في التعليم، مش مستجيب، الولد غبي، الولد يعني ذرائع بيتزرعوا بيها هتكون نتيجتها سيئة على البلاد وعلى العباد. تمام. استاذ سارة الدخيت، يبقى سؤال، هل في امل في الوزارة الجديدة من تغيير مناهج ودخول الوطنية والمدنية والمواطنة اولا في كل مراحل التعليم الاولى التي تبني ثقافة الإنسان في مصر كمتعلم؟ تفضل يا فندم. أستاذ عادل، طبعا بدون شك المناهج بدأ فعلا التغيير فيها، بس التغيير بطيء، بطيء جدا. النهارده التغيير في منتهى البطء. التغيير النهارده المناهج ما زالت بتبث النهارده. يعني على سبيل المثال، خلينا بعيدا عن التعليم العام، خلينا في التعليم الازهري. التعليم الازهري في رابعه ثانوي ازهري، حضرتك، في كتاب بيدرس على اولاد مراهقين، يعني عارف الولاد دول لو طلعوا يفجروا نفسهم، ده اقل شيء يكون رد فعل لما تلقوه من تعليم، في كتاب اسمه فن الابداع في الاقناع، وحاجه صعبه جدا. يعني الكلام اللي مكتوب فيه يعني ما اقدرش اقوله على الهوى الحقيقه، لانه كلام يحض على الكراهيه، كلام يحض على عدم المواطنه، كلام يحض. وحينما خاطب السيد الرئيس الازهر بتنقيه المناهج، وطبعا الناس مش مستجيبه، وحتى لو الاستجابه بطيئه جدا جدا جدا. هو ما فيش استجابه يا استاذ ثروت، يعني ما فيش استجابه خالص. يعني هو واضح ان احنا بس يعني نشوف مشكله التعليم عندنا الاول، ونشيل الملغم فيها في ابتدائي واعدادي وثانوي، في التعليم العادي اللي الدوله تملكه يعني.
وطبعا بعد كده يعني انا طالبت زمان ان يبقى في التعليم الازهري تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، والتعليم الجامعي الازهري تحت اشراف وزاره التعليم العالي، لان يعني هي دي الاشراف الواحد هو اللي بيمنح الدرجات في الاخر والاعتماديه، فما يبقاش في عندي طريقين او شبه مؤسستين كل واحده بتخرج اللي على مزاجها، ويبقى في واحد ضد التاني، والدوله طبعا تبقى موافقه على مضض، ما فيش حاجه اسمها موافقه على مضض، الدوله تملك القوانين، تملك الحكم، تملك بالديمقراطيه، انتخبنا رئيس وحكومه وبرلمان للسلم العام في مصر، وده تقدير للسلم العام ان في ناس تطلع ناس تكره ناس، فلا لا هوادة ولا مهادنة معهم، ما فيش حاجة كده. يعني الحاجات بتتغير في السعودية بسرعة الصاروخ، وإحنا بنرجع ورا بسرعة الصاروخ برضو، فده برضو يعني شيء مفهوش يعني عدالة بالنسبة لكل الناس. لكن المجتمعات العمرانية الجديدة أنا عارف إن هي كل ما بترتفع القامة الاقتصادية كل ما بيبقى، بس برضه هتنالها، لان هو انت سايب حريقه شغاله في الدور الارضي، وانت حتى لو ساكن في الدور السابع هتجيلك، بس هو مشكله الوقت. طبعا مشكله طبعًا. الوقت بس. استاذ ثروت، يعني طبعًا. البيانات اللي هي بتطلع دي من غير يعني ادنى يعني حاجه لاعمال العقل فيها، حضرتك تقول عليها ايه؟ اتفضل يا فندم. البيانات اللي بتطلع من الجهات الرسمية ولا من الكنيسة؟ من الجهات الرسمية، من الكنيسة، حتى السوشيال ميديا كمان قعدت تتريق عليها، يعني فيعني دي حاجة مش جديدة، يعني أنا مش هقول حاجة الناس كلها ما لاحظتهاش. أستاذ عادل، النهاردة إحنا برضو في ظل الأزمة الاقتصادية، وفي ظل إنه الناس يعني دي أزمة عالمية مش أزمة مصرية طبعا، الظروف الاقتصادية، فالنهارده وجب على الدوله باعتبارها مسؤوله عن كل الناس تهدئه الراي العام. هتقول لا ده المفترض يكون في شفافيه ونعلن للناس ونعلن، ما عندناش حتى لو القضيه بفعل فاعل، ما عندناش متهم اسمه فلان الفلان الفلاني، ما عندناش متهم، ففي شيوع في الاتهام. فالنهارده اي تصريح رسمي هيعمل بلبله دون الوصول للفاعل الاساسي. يعني النهارده هرجع لاستشهاد ابونا في اسكندريه، او ابونا اللي استشهد في السلام من 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 3 سنين. النهارده متاسف لما يكون عند حضرتك كلب، والكلب ده سعران، سوري في الكلمة، والكلب ده سعران، مجرد انك هتشيل الكمامة بتاعته فهيترتب عليه انه هياكل كل الناس اللي مرة في الشارع. منفذ الجريمة ما هم الا اناس تم توجيههم، لكن المجرم الحقيقي هو المحرض. اين المحرض في القضية؟ مش مين اللي ادى الجريمة؟ اللي ادى الجريمة ده كلب سعران، فقام بقتل من هجم عليه. لكن النهارده المحرض هو الاهم، لانه المحرض هو صاحب الفكر. تمام. المحرض هو صاحب الجريمه، هو المجرم الحقيقي في القضيه. تمام. استاذ ثروت بنشكرك، وبنشكرك لصراحتك المعهوده دايما، وبنشكرك لحبك ووطنيتك واخلاصك للبلد، لان احنا عايزينها بلد تانية خالص زيها زي اي بلد متقدمه بنشوف فيها سلام اجتماعي وقانون وسياده القانون، والابهه اللي بنشوفها في الدول التانية احنا مش اقل منهم، احنا قدهم في الفكر، بس لازم نتغير احنا. استاذ عادل، احنا دائما كمصريين وطنيين بنقول اذا اعتلت مصر كان المسيحيين اول المعتلين، واذا طبعاً سلمت مصر طبعاً فكان المسيحيين اول السالمين، فده كل امنيتنا انه مصر تكون فتيه وقويه، لانه في قوتها وعظمتها هو عظمه لكل المصريين وفي القلب منهم المسيحيين. تمام. شكرا جزيلا للاستاذ ثروت بخيت المحامي والنائب السابق في البرلمان. شكرا يا فندم. هناخد مقال التسريب التعليم دي، لان الصحافه المصريه بتنشره، فيعني معنى كده انها بتقر بواقع اليم،
هو طبعا النسب ممكن تكون يعني في متفاوت، او الدراسه وصلت لهذه النسبه، لان يعني هو التسريب ما كانش على مستوى الجمهوريه، يعني هي دراسه موجوده، بس هي دراسات باخد عينات وحاجات كده، لكن مش احصائيات موجوده رسميه. الدوله الوحيده تملك هذه الاحصائيه ان ارادت. نشوف المقال بتاع التسريب من التعليم. دراسه: تراجع نسب التسرب من التعليم في مصر، مقدر انخفاضها في الذكور اكبر من الاناث، ارتفاع نسب تسرب الاناث في محافظات دمياط والشرقيه. وبيقول لك تراجع وبعدين ارتفاع، يعني انت فاهم، هو برضو عايز يقول ان في تسرب من التعليم، بس عايز يقولها بصوره انه يعني ده بيحصل، بس لا ده في نسبه بتزيد ونسبه احنا بنحارب هذه الظاهره. انا معاك الدوله طبعا بتحارب تسرب التعليم، لكن الأول لازم نشوف مين اللي بيتسرب من التعليم والأسباب. نشوف المقال وحضراتكم تبقوا عارفين التسرب من التعليم ده بيحصل إزاي. هو قال أبرزها إن في حاجات اللي هي التسرب، اللي هي الصورة دي أرشيفية للأطفال في المدارس، واللي كتب الصحفي أمين صالح لليوم السابع. وأنا اخترت من اليوم السابع ليه؟ لأن ده يعني دي مقالة نقدية، دراسية نقدية، ومنشورة في جريدة يعني المصريين كلهم تقريبا بيقروها يعني. سلطت دراسة حديثة نشرها المركز الثقافي أو المصري الفكر والدراسات الضوء على التسرب من التعليم في مصر، مؤكدة أن مصر نجحت في خفض معدلات التسرب من التعليم على مدار الخمس سنوات الماضية، كما أن نسب تسرب الإناث سجلت تراجعا أقل من نسب تسرب الذكور. فبينما كانت نسبة التسرب بحسب النوع متساوية عام 2018، تفاوتت النسبة لصالح الذكور حتى عام 2021. تعددت أشكال فجوة تسرب الفتيات وازدادت النسب عاما بعد آخر، واتسعت الفجوة عبر المراحل التعليمية العليا خلال العام الدراسي الواحد مقارنة بالمراحل الدنيا. وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة إسراء علي، نرفع شوية عشان نقرأ بقى المقال. طيب طيب يعني المقالة كلها يعني هي موجودة طويلة جدا، نحاول نقرأ أجزاء منها كل شوية، لكن هو في الآخر بيقول إن نسبة التسرب 2.5% كعموم، وجبنا الأستاذ ثروت قال لا هي النسبة أعلى من كده بكتير خصوصا في القرى. هل التسرب من التعليم في احصائيات؟ على فكره عايز اقول ان في نوعين من التسرب، في ناس ما بتروحش خالص وما بتأيدش خالص ودي قليله جدا، لكن في ناس بتروح وترجع وما فيش تعليم، يعني بيروحوا ما فيش مدرس، ما فيش متابعه، ما فيش ما فيش ما فيش، ففي الاخر بيطلع كانه متسرب من التعليم وهو حاضر. تجيب النسبه دي ازاي؟ تعمل لها يعني الدولة تعملها ازاي الا اذا كان بالبحث والتقصي، وان مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات تبتدي تشتغل باحصائيات. فنرجع لجزئية النسب تاني لان انا عايز اعلق عليها. وذكرت الدراسة اعلنت الدكتور اسراء علي ان نسب تسرب الاناث بالمرحلة الابتدائية سجلت انخفاضا، يعني الناس بدأت تودي البنات وده حلو، ده مش وحش، في محافظات القاهرة بس. طب يبقى العينه تاخد محافظه القاهره، وسجلنا 15% مقارنه بالذكور 22%، ده في القاهره، في محافظه القاهره العاصمه في تسرب من التعليم ايا كانت النسبه. هذه يعني اهانه لا تغتفر في حق وزاره التربيه والتعليم وحق مديريات التعليم اللي موجوده في العاصمه. العاصمه يجب ان تكون نسبه التسرب من التعليم زيرو صفر، لانها لو بهذه النسبه فنوصل للقرى والنجوع اللي فيها في الصعيد وفي في وجه بحري هنلاقيها هتعدي. يعني نشوف كده في عليت اهي المرحله الاعداديه بقت 79.1%، وبقت بالنسبه للاناث 64.1%، بدات ب 15% يعني اقل من 1%. وبعدين بعد كده وصلت ابص والاعداديه بنسبه 2.72%، وتدلل نسب تسرب الإناث مقارنة بالذكور من بعد جغرافي على استبعاد ارتباط تصنيف ظاهرة التسرب بخصائص الريف أو الحضر، الأمر الذي يستوجب مزيدا من البحث حول أسباب ضعف استجابة الفتيات إلى برامج وسياسات القضاء على هذه الظاهرة
من التعليم المصري. قالت الدراسة أنه باستقراء نسب التسرب المدرجة بالكتب الإحصائية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فيما بين عامي 2018 اللي هو بداية تطبيق نظام التعليم الجديد والعام الماضي اللي هو 2021 يتضح ارتفاع نسب تسرب الإناث بالمرحلة الابتدائية. شوف المقالة قالت إيه؟ انخفاض، لكن في الدراسة الحقيقية قالوا لا ده في زيادة. عشان كده بقول هو مقال نقدي مهم جدا لمن يقرأه ويقرأ الصحف وبين السطور يبين الحقيقة. ما تاخدش من العناوين، ما تاخدش تسرب وتمشي. النسب دي مين مسؤول عنها؟ محافظة الشرقية في 135 منطقة محرومة من المدارس، طبعا أكيد لازم يتسرب عدد كبير منهم من المدارس، بينما تضم محافظة دمياط 40 منطقة. نعلى كمان تاني محرومة من المدارس وفق ما جاء بالتقرير الصادر عن هيئة الأبنية التعليمية عام 2020. وعلى النقيض لا تنصرف هذه الأسباب إلى محافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، مما يعني ضرورة بحث أسباب عزوف الفتيات عن التعليم وارتفاع نسب تسربهن في المرحلة الأولى. يعني الأول جاب نسبة الفتيات بتقل، جابها دلوقتي قال لك لا دي بتزيد. يعني الدراسة نقدية تماما، لكن العنوان يعني بس عايز يطمن شوية، لكن ما قدرش يطمن. لما تيجي تقرأ أنا مش مطمئن لهذه النسب، وممكن تبقى نسب أعلى لأن دي عينات عشوائية ما هياش دراسة على مستوى الجمهورية من اسكندرية لأسوان ومن سينا المطروح أبدا. هو حصل بعينات بدليل أنه يعني دخل في القاهرة، والقاهرة لو فيها تسرب تعليمي يبقى الدنيا زي ما بنقول كده. أمريكا مثلا لو عطست في الاقتصاد كل دول العالم الثالث يجي لها التهاب رئوي، هي نفس الوضع. القاهرة لو حصل فيها تسرب التعليم بأي نسبة يبقى في قرى بالكامل هتحرم من التعليم في مصر، وده شيء يعني يعاد يكون لا إنساني ولا حضاري ومش ممكن. يعني لأنه التعليم قائم، طالما عملته مجانا يبقى الفرصة متاحة للكل، ويقولوا التعليم الإجباري يبقى حصل تسرب يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه قوانين تعاقب. لو في قوانين تعاقب على هذا التعليم وعلى هذا التسريب مش هيحصل تسريب. أوضحت الدراسة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر 10 أسباب خلف ظاهرة التسرب من التعليم وفق ما جاء في إحصائية تعداد السكان عام 17، وهي بالترتيب من النسبة الأعلى للأقل. عدم رغبة التلميذ في التعليم، وده واضح طبعا. ممكن يكون راح المدرس صدمه ولا حاجة، قال لك لا ده المدرس بيعمل كذا ويكون متدلع في بيته، ده دي عادية. يعني رغبة التلميذ في التعليم دي عادية، لازم تعدل رغبته، تعدل رغبته بقى فيه عندنا خدمة اجتماعية وفي العلاج النفسي وغيره وغيره، وغير علاج الأسرة نفسها لما الأسرة تصر، لأن الأطفال بتحب مع الإصرار والتنظيم وحل المشاكل. طبعا ده دي مشكلة أسرة يعني على المستوى الاجتماعي الأول هو الأسرة، لكن الأسرة دي لو بتتعاقب على التسرب هتودي الولد وتحاول تقنعه وتحل تحوله كل مشاكله. عدم رغبة التلميذ في التعليم دي وعدم رغبة الأسرة دي مشكلة. الفقر، تكرار الرسوم، الزواج المبكر، ودي مشكلة خالص. الزواج المبكر دي مشكلة. أولا بينتج عنها زيادة في النسل بلا وعي، لأن يعني الأم لما تبقى طفلة سنها 15 ولا 16 ولا 14 سنة، مش هقول 9 ولا 10، زمان كانوا بيجوزوا 9 و10، وفي يعني في ناس شاهدة على هذا الموضوع يعني، وما عرفش كانوا بيجوزوهم إزاي، يعني حاجة صعبة يعني. ومش مسلمين بس، كانوا مسلمين ومسيحيين، كان الاتنين بيجوزوا سن صغيرة، وكانوا بيتباهوا. جداتنا زمان في بعض منهم كانوا بيتباهوا إنها اتجوزت 9 سنين و10 سنين، مشكلة. الزواج المبكر في مصر مشكلة المشاكل، رغم ان في قوانين لكن في تحيلات. صعوبة الوصول للمدرسة، العمل المبكر، ودي برضو عمل الاطفال حاجة غير يعني غير حقوقية بالمرة. وفاة احد الوالدين، الولد يعني المفروض انه يبقى للدولة في المرحلة دي زي اي دولة في العالم، ما عرفش تتعمل ازاي، من الضرائب، ما حدش يدفع من جيب المسؤولين، لكن لازم تخصص من ميزانية الدولة والحاجات دي كلها. وحسب الدستور اعتقد ان في كفالة للأطفال اللي غير قادرين وما فيش حد بيعولهم. معرفش ممكن وزارة التضامن تحلها ازاي بالقوانين. انا عارف ان في حل وفي معاشات وفي حاجات كتير، بس هل هي كافية؟ ممكن ما تكونش كافية، لكن في موجودة، لكن غير كافية.
كمان ويلاحظ ان الزواج المبكر احتل مركز الخامس من اسباب التسرب. وضحت الدراسه انه في ضوء لا وفاه احد الوالدين، الاعاقه وانفصال الوالدين، ويلاحظ ان الزواج المبكر يحتل المركز الخامس. بص انا شاورت عليه قبل حتى ما نقرا الحته دي، الزواج المبكر يحتل المركز الخامس بين اسباب التسرب من التعليم، ودي حاجه كارثه يعني. اوضحت الدراسه انه في ضوء ما تقدم ثمه تداعيات مرتبطه بارتفاع نسب التسرب الاناث من التعليم، وخاصه بالمراحل التعليميه العليا، منها تفاقم نسب التسرب، اذ يمكن التنبؤ بزياده نسب التسرب من التعليم بشكل عام. شوف هو بدا المقال بايه واحنا بنقرا ايه، بنقرا عكس العنوان تماما. إذ يمكن التنبؤ بزيادة نسب التسرب من التعليم بشكل عام في ظل القيود النفسية التي تفرضها بعض مناهج نظام التعليم الجديد على التلاميذ، وبالأخص مواد العلوم والرياضيات التي لا تتناسب لا حجمها ولا الخريطة الزمنية للعام الدراسي. وإذا ما كانت رغبة التلميذ في التعليم تمثل السبب الأول في التسرب من التعليم، وفق ما جاء في إحصائية تعداد السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2017، فإن قرار الوزارة بتدريس مناهج العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من العام القادم حتما يمثل عبئا نفسيا إضافيا، وقد يؤدي إلى عزوف التلاميذ عن التعليم، وبالتالي زيادة نسب التسرب بشكل عام، ولا سيما الفتيات. اقعدي يا بنت ولا تروحي ولا تيجي، ولا إنجليزي ولا عربي، خليكي كده. بعض الأرياف بيقولوا كده ما زال للأسف، لكن في ناس بتصر. إذن هي مشكلة ثقافات الأسرة والرغبة الأولانية، لكن لازم في قوانين للعقاب للتسرب من التعليم، وأعتقد أن القوانين دي لازم تبقى في عقاب. طالما في تعليم إجباري يبقى التسرب ضد قانون الدولة، يبقى يعاقب عليه، والدولة حرة فيما تختار القانون المناسب علشان تحارب ظاهرة التسرب من التعليم. قرارات ربط تحصيل المصروفات الدراسية بالقيد بالتعليم والتي يتم تطبيقها العام الجاري، لزم المهم بحث آثار تلك القرارات ودعاياتها على التسرب من التعليم قبل إصدارها أو تطبيقها، خصوصا من مجال الفقراء. لما تقول مثلا 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه ساعات بتمثل مبلغ للناس اللي ما معهاش. كما أشارت الدراسة إلى أن تفشي ظاهرة الزواج المبكر من أسباب التسرب من التعليم، وبحسب أحدث دراسة حول الزواج المبكر والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 21، ارفع عشان نقرأ دي كمان، فقد بلغت أعداد الفتيات التي سبق لهن الزواج ضمن الفئة العمرية من كم لكم؟ شوف، من 10 ل 17، أكثر من 117 ألف فتاة. يا نهار اسود، إيه ده؟ ده ايه ده؟ اللي بيجوز بنته سنها 10 سنين ده شكله ايه؟ ده انسان يا جدعان؟ ده انسان يا ناس؟ ده انسان يا اقولها ازاي؟ اقولها باي لغة؟ بلغة الشعبية، باللغة العادية، كارثة. كارثة. 10 سنين دي يعني تفهم ايه في عالم الانوثة وزواج؟ 10 سنين. 10 سنين يا ناس. ده ايه ده؟ ده بيان يعني، دي حاجه رسميه في مقاله رسميه في جريده رسميه بوقائع رسميه بارقام رسميه، من 10 ل 17 عام، اكتر من 117 الف فتاه حسب الاحصائيه 2021. امال بعد الزواج الشفهي هيبقى فيه ايه؟ كام هيبقى؟ 117 الف ولا 117 مليون؟ وأكدت الدراسة أن 25% منهن كان السبب الرئيسي لتسربهن من التعليم. طبعا ما هو مفيش حاجة وراها تعملها يا أبوها، يعمل لها إيه؟ الأرياف يجوزها، نعم، ابن خالتها، أي حد بقى. 10 سنين 11 سنة يقول لك البنت كبرت. يا عم ما كبرتش ولا حاجة، لا ما خلاص، ما هي قعدت من المدرسة، ما مفيش يعني. أنا بتكلم بلغة عادية عشان الناس تفهمها. يا ناس أنتوا بتظلموا الناس، بتظلموا البنات، بتظلموا أولادكم، لكن لازم يبقى في قانون يعاقب الأسرة على التسرب من التعليم. بالإضافة إلى محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ، الأمر الذي يفرض تعزيز جهود التوعية بأخطار يعني الخطر القائم من الزواج المبكر على الصحة الإنجابية للإناث، وتخصيص برامج مناهضة العادات والتقاليد البالية المتعلقة بالزواج المبكر وزواج الأقارب، وخاصة في بعض مدن صعيد مصر. لما كان بتعملها الأول اللي هي انظر حولك و
فترة كبيرة قوي كده، وصحة المرأة والصحة الإنجابية والحاجات دي كلها، كانوا بيفتكروا إن ده عيب إن البنت تروح. لا مش عيب، البنت إنها تفهم هذه الصحة بهذا المفهوم من ست موقرة محترمة، من طبيبة كانت أو مشرفة صحية، مش عيب. مش عيب إنك تفهموها في سن الـ11 والـ12 والـ13، مش عيب. العيب إنها ما تعرفش. العيب إنها تتجوز وهي سنها 10 سنين. العيب إنها تترمي في النار، ودي نار، ده طفل، طفلة بتترمي في نار 11 سنة. زي ما قلت أجدادنا زمان كانوا بيعملوا كده. في الصعيد كانوا بيعملوا كده مع الجهل والفقر. لكن المفروض إن الدولة دي شالت الجهل والفقر، المفروض يعني. وأشارت الدراسة إلى أن تراجع التنمية من ضمن الأسباب، موضحة أن ما بين 15 تريليون ل 30 تريليون دولار عالميا هي قيمة الخسائر التي يخلفها تسرب الفتيات من التعليم، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2018. دخل في العالمية علشان يقول إحنا من ضمن الناس اللي بنسرب التعليم. آه بس إحنا دي مشكلة قائمة في العالم. لو العالم كله غلطان برضو ده مش مبرر إن أنا أغلط. معانا الكاتب والباحث الاستاذ هاني لبيب معانا على الهاتف. بنرحب بيك يا استاذ هاني. ازيك يا استاذ عادل؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. مقالك رائع جدا في روزا اليوسف، ويا بس الامل في تجديد المناهج والوطنيه والمدنيه والمواطنه. الحقيقه انا قريت اكتر، يعني لسه قاري المقاله لسه يعني قبل ما ادخل الهوا، عشان كده يعني اسيبك انت. ايه اللي استدعاك انك تكتب هذا المقال الاول؟ اتفضل. استدعاني اولا تعيين الوزير الجديد دكتور رضا حجازي، والفكره ببساطه انه بيتكلم على مناهج رابعه ابتدائي. وطبعا احنا واخدين ان كل وزير بيجي بيتكلم دايما على تغيير المناهج. انا بالنسبه لي تغيير المناهج هي مش مجرد ان انا اغير فاقول ان احنا طورنا، لكن ايه المضمون والمحتوى بتاع المناهج التعليميه دي. ففكره المواطنه مثلا او فكره التربيه المدنيه اللي انا دعيت ليها انها تبقى موجوده، اللي هي بتعلم الأطفال إزاي يبقى متسامح، إزاي يبقى عنده قبول للاختلاف، إزاي يقدر يعمل حوار، إزاي يقدر يشارك، إزاي يحس بالمسؤولية، إزاي يحس بالمصلحة العامة بدل المصلحة الشخصية. الحاجات دي كلها ممكن تبقى خلال المناهج، والحاجات دي كلها مش هتيجي إن أنا أحط جرجس جوه المنهج علشان يبقى جرجس قدام محمد. القيم والمبادئ اللي تتحط والقصص أهم بكتير من الأسماء، لأن الأطفال بيتأثروا بالكلام ده. تمام. هو ده اللي خلاني اكتب فكره ان دي هتبقى مناهج المواطنه الحقيقيه. تمام. مفردات نجاح السيد الوزير دكتور رضا حجازي، حضرتك يعني اديتني تفاؤل او صوره من التفاؤل بان في حاجه هتحصل، تغيير مناهج في رابعه ابتدائي، وان الناس هتبقى ضد الوزير كالعاده والحاجات دي كلها. يعني التصور ايه اللي خلاك يعني تتصور او تدينا هذا الامل ان في حاجه هتحصل، ان في تغيير هيحصل؟ يعني اتفضل. ان الدكتور رضا حجازي في وزاره التربيه والتعليم من اول ما كان مدرس لغايه ما بقى وزير، فمش جاي على الوزاره كخبير او متخصص ليه وزنه او مكانته. يعني بالمناسبه انا بحترم جدا كل الجهود اللي عملها دكتور طارق شوقي، لكن دكتور طارق شوقي كخبير ومتخصص كان جاي على الوزاره، وقدر في خلال السنوات اللي هو تولى فيها المسؤولية قدر يتحدى حاجات كتير وقدر يغير في حاجات كتير. لكن على فكرة بالمناسبة احنا ما فيش وزير تربية وتعليم جه في مصر إلا لما تم يعني تقطيعه في كل الأحوال، ليه فئة بتعجب بحاجة وفئة ما بتعجبش حاجة وهكذا. لكن أول مرة يجي واحد بالشكل ده مشي في أروقة وزارة التربية والتعليم وعارف عنها حاجات كتير قوي ومشاكلها والتحديات اللي فيها، فهو ده اللي مخليني متفائل ان الراجل ده عارف هو هيعمل ايه وهيجي ازاي. وطبعا اختياره مش جاي صدفة. الاختيارات بتاعتنا دلوقتي يعني زي ما هو واضح بقالها فترة مش بيتم اختيار شخصيات معروفة او معلومة لينا وعندها شو او ترند اعلامي، بقدر ما بيتم اختيار ناس ليها تخصصات وخبرات حتى لو ما كانش حد يعرفها، وده شيء مهم بالنسبه لي يعني. تمام. انا هتطرق بما ان برنامجي سياسي هقول ان طارق شوقي كان وزير سياسي بجانب ان هو كان تكنوقراط برضه، لكن رضا حجازي تكنوقراط بس يعني بالزبط. في مجال السياسه والاحزاب انا ما شفتش الاسم ده موجود قبل كده.
فبالتالي السياسة تنتقص التعليم. أنا عايز أحط الوزارة فين وبعدين أبني الاستراتيجية بتاعتي على هذه السياسات، دي مش موجودة. هل تغيير اللي هي ما بين السطور والمناهج والحاجات دي كلها كتكنيك تعليمي ممكن إن هو يؤدي في الآخر للهدف اللي أنا عايزه اللي حضرتك يعني بدأت بيه المقال؟ فضل. ده لو كان طبعا في إطار الرؤية العامة، لأن الحاجات لا تجزأ. يعني تغيير المناهج بشكل معين لازم يبقى مفهوم المضمون بتاعه ايه، وزي ما احنا بنطور المناهج، ومعروف طبعا وحضرتك يمكن اكيد عارف القصه دي، ان كان دايما التطوير في الحاجات مثلا زي الرياضيات او العلوم انه منهج 6 ابتدائي ينزلوه ل5 ابتدائي، ومنهج 5 ابتدائي ينزلوه ل4 ابتدائي، نتيجه التطور وبتصبح المناهج بهذا الشكل. لكن انا بتكلم على المناهج اللي فيها يعني مثلا زي التاريخ واختياره. يعني انا كتبت مقالات قبل كده ان احنا التاريخ بتاعنا اتكتب بأيادي عثمانية وإخوانية، وتم تضخيم بعض الأحداث على حساب أحداث أخرى، اللي هي أبسطها خالص طمس تاريخ مصر القديمة في مقابل تعظيم التاريخ العثماني اللي هو تاريخ كله دم وكله قهر وكله حرب وكله احتلال وهكذا. فإحنا إزاي نرجع نكتب تاريخنا بالقصص المفيدة اللي فيه، وإزاي نرجع فكرة بقى نسميها تربية قومية، نسميها تربية وطنية، نسميها أخلاق، أيا كان الافكار اللي بتساعد على المشاركه. هو ده اللي خلاني اقول تحديدا كلمه التربيه المدنيه. استاذ عادل، احنا قعدنا سنين طويله تاريخنا تاريخ مزور لصالح بالظبط، بس يعني حاجات كتير ابتدى ابتدى يبقى فيه كتابات كتير بتنقد الكلام ده. لكن احنا تاريخنا الحقيقي اللي هو تاريخ مصر القديمه، اللي هو من حقنا نفتخر بيه على مستوى العالم ان ما فيش حد بيملك مثل هذا التاريخ، التاريخ ده تم طمسه، بل اتعاملوا معاه على انه اصنام ومساخيط وكفار وعباده اوثان وكلام كده لصالح تعظيم الدوله العثمانيه وخلافه. وطبعا ده كان على هوى الاخوان ومواليهم واللي اتدخلوا منهم في تغيير المناهج او كتابه المناهج بمعنى ادق يعني. تمام استاذ هاني، يعني انا احترم كل الاراء الايجابيه اللي تاخدنا من هذا الواقع بتاعنا ده وتودينا بايجابيه، بس مش عايز تفاؤليه بس، عايز كمان ايجابيه واقعيه. الحل في دراسه التاريخ والفلسفه، وهربط الاثنين مع بعض، لان الفلسفه قائمه على التاريخ، لان تاريخ وفلسفه الاثنين مع بعض بيؤدوا الى سياسه ان انا عايز الشعب ده بثقافته يروح لفين. التاريخ اولا نعدله ازاي؟ يعني ايه الاقتراح اللي ممكن وزاره التربيه والتعليم تعمله بكل اريحيه؟ عندنا كليات التاريخ واداب التاريخ والعلماء والمدنيين اللي كتبوا في التاريخ يعني، والدكاتره اللي حضروا دكتوراهات في التاريخ قد كده، نكتبه ازاي تاني او نعمله ازاي تاني؟ اتفضل. رقم واحد، احنا عندنا مؤرخين معتبرين ليهم مكانتهم في كتابه التاريخ، دول يبقى ليهم مهمه يسند ليهم ان هم يتقسموا، وعلى كل مجموعه انها تراجع منهج من المناهج دي. اعتقد لو اتعمل خطه محترمه للمراجعه وللتطوير يعني، واحنا عندنا كده كده كتب مكتوبه، المهم بس المراجعه والتدقيق فيها، ده رقم واحد. ورقم اثنين في مناهج اللغه العربيه تحديدا، لان اللغه العربيه بقت الاطفال بيتضايقوا منها. انا شخصيا انا كان وقتي كان امل وعمر وامل ذهبوا الى الحقل ولعبوا الكوره ومش عارف ايه، الحاجات دي علمتني اللغه العربيه. لكن انا تعرضت لتجربه مع بنتي ان بيتحط حاجات دلوقتي في مناهج اللغه العربيه لازم تكره الاطفال في اللغه العربيه، لازم تكرهها وتخليهم يبعدوا عنها، وفي الاخر نرجع نقول اللغه بتاعتنا بتبوظ ليه. احنا لازم نرجع تاني نتعامل ببساطه. لكن فكره تقسيم المناهج وان احنا ناخد حاجات مستورده نطبقها علينا بدون وعي اهداف الوحده ومخرجات الوحده، وبقينا مهتمين بالشكل ده، بعيد عن تطوير المناهج وبعيد عن تطوير اداء المدرس يا استاذ عادل. يعني انا متهيألي انه ضمن الحاجات المهمه اللي هيهتم بيها دكتور رضا المدرس نفسه، مش المدرس، مش فكره انه يبقى عنده الاكتفاء المادي اللي ما يخليهوش يلجا للدروس الخصوصيه او السناتر او خلافه، لكن فكره تعليم المدرس. وده لازم يبقى فيه تنسيق ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي، علشان هنا هنرجع تاني للربط الحته اللي حضرتك بتقولها، ان لازم المدرس ده يبقى فاهم ايه العلاقه بين التاريخ والفلسفه، وازاي يخلي الطفل او الطالب اللي تحت ايديه يفكر، ما بيبقاش بيتلقى معلوماته بس، ويفكر في الحدث التاريخي بعيد عن ماذا لو، اللي هي دايما بتجينا في الامتحانات، ماذا لو لم تقم ثوره يوليو 52؟ ده سؤال افتراضي في الهرتله، لانه في الاخر الثوره قامت،
يعني لو حصل وحضرتك او انا اجتهدنا وكتبنا كتب انها لو ما قامتش ايه اللي هيحصل؟ ما هي قامت خلص. فالموضوع ان احنا فكره الفلسفه دي وفكره ازاي تعلم الاطفال التفكير النقدي ده شيء مهم، وده علشان يتم يبقى لازم هترجع للمنهج من ناحيه وللمدرس من ناحيه تانية. لكن فكره ان احنا بقت الكليات عندنا زي عارف حضرتك كليه تجاره، كليه حقوق، كليات التربيه بقت تخش بسبب المجموع مش بتخش عشان انت حابب او عايز تدرسها. فطبعا اللي بيطلع بيطلع مجرد موظف تقليدي كل اللي همه انه يبقى مدرس يبقى هدي دروس خصوصيه علشان اجيب فلوس، لكن مش همه الرساله او الهدف. والدليل المناظر اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي اللي موجوده حتى على الفيسبوك، لما مدرس يخش ومعاه اربعه بودي جاردات ولا مدرسه تخش ومعاها اربعه بودي جاردات وتصوير فيديو عشان داخله سنتر هيحضر فيه 200 ولا 300 واحد فتعمل شو اعلاني. احنا فقدنا القيمه. ده كان في ناس بتدرس حاجات بالموسيقى والغنى والحاجات كده وبرده يعني كانوا بيخترعوا حاجات يعني انا اذكر الاجتهادات بتاعتهم دي، لكن هي مش متوائمه مع وزاره التربيه والتعليم ولا متوائمه حتى مع سياسات الدوله يعني. بص يا استاذ عادل، انا متتبع حلقه حضرتك من الاول، احنا بنتكلم دايما احيان كتير بدون داتا وبدون معلومات في الحاجات المهمه. تمام. يعني القضيه مثلا موضوع زي القضيه اللي حضرتك ناقشتها وانا سمعت كل الاراء وبالذات صديقي ثروت بخيت طبعا في فكره موضوع الكنائس، لكن في نقطه ما حدش خد باله منها تماما وما حدش اتكلم عليها مثلا في المعلومات، انه قانون تنظيم وبناء الكنائس اللي سهل حاجات كتير ان الكنائس تترخص، احد المشاكل اللي واقف فيها مع بعض الكنائس اللي اضطر المواطن المسيحي يعملها اللي هي زي ما حضرتك قلت كانت شقه لانه مش عارفين ياخد ترخيص كنيسه فاضطر يعمل شقه انه تبقى كنيسه وبقت كنيسه بالفعل والناس خلاص بتروحها، ان مختفي فيها تراخيص الاشتراطات الامنيه اللي بتاعت الدفاع المدني اللي تحافظ عليه، وهي دي المشكله اللي بتواجه الكنائس. وعشان كده كنت بتمنى ان في الموقف بغض النظر طبعا ان في حاجات احنا مرتبين فيها هي حصلت ازاي او اتحرقت ازاي، لكن انا هتكلم على الشكل العام، ان الشكل العام المفروض الكنيسه تتحرك دلوقتي انها هي بنفسها تعيد اشتراطات الكنائس دي وتعيد تاهيلها مره ثانيه علشان يعني تتواكب او تتفق مع قوانين الدفاع المدني اللي تبقى حريصه على حياتنا عشان ما يحصلش اي حركه زي دي تاني لاي ظرف طارئ وفي الاخر اللي يموت بني ادمين ما لهمش دعوه غير ان هم كانوا رايحين يصلوا. طبعا احنا احيان كتير بنتعامل مع الشائعات والعنعنات وما بنتعاملش مع المعلومات الحقيقيه والدقيقه، وده ولو تسمح لي انا هنا يعني دور الدوله بالنسبه لي هو رقم اثنين، لكن الدور رقم واحد في الحته دي تحديدا هو دور الكنيسه واعاده الاعتبار لفكره مفهوم العلماني. ومعلش هدخل حضرتك في حته تانية دي من ضمن الحاجات اللي انا بطالب بيها دي هتبقى حاجه قويه للكنيسه جدا، اللي هي فكره المجلس الملي ده برضو مصطلح عثماني تفعيل، حتى لو تفعيله يخلوه مجلس الكنسي بلاش المجلس الملي بالظبط يعني خليه اي تسميه ثانيه بس تفعيله كده. بقى بانه يبقى بالزبط. فعلا من الاراخنه وليس تفعيله. من الكهنه بالزبط. ليه؟ لان ده هيدير فكره الجانب الاداري للكنائس، المستشفيات، الاراضي، ويبقى محامين ومستشارين وصحفيين وكتاب وكله موجود يعني بالظبط كده. وعلى فكره موجودين يعني هو بهذا المسمى هم موجودين بس التفعيل بتاعه مش واضح قوي يعني بالظبط. وكمان احنا يبقى احنا اللي طالع مننا ان احنا مش موافقين على مصطلح عثماني تم فرضه علينا في وقت من الاوقات زي كلمه الطائفه. وبالمناسبه كل المصطلحات دي يا استاذ عادل ضد مفهوم المواطنه ضد مفهوم الدوله المدنيه، فاحنا لازم نحاربها ولازم تبقى موجوده في المناهج. عارف حضرتك زي فكره ايه؟ الفكره السيئه جدا اللي هي فكره ايه؟ اخواننا المسيحيين واخواننا المسلمين. لا، المواطن المصري ايا كان هو مسيحي او مسلم بالظبط هو مصري القانون ويخضع للالتزامات بالظبط كده. هو لا 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 يعني سواء مصري مسيحي، مصري مسلم، مصري لا ديني، مصري بهائي، هو مصري بالظبط. الخطاب العام لابد ان يكون مصريا خالصا، انا معاك في دي طبعا. في حاجة هنا يا أستاذ هاني يعني برضو يعني من ضمن الحاجات اللي أنا يعني يا ريت تحصل في مصر، وهي حكاية مش حكاية بناء الكنائس أو بناء المدارس كمان يكون متوافق مع الحجم والسعة، لأن التسرب من التعليم دي قضية رهيبة. يعني حتى في اليوم السابع وهي جريدة رسمية وبتقول إن النسبة قلت واجي في الآخر عليها 2.7 ولاقي إن في 117 ألف فتاة اتجوزوا من سن 10 و17 سنة، دي كوارث. يعني الأرقام اللي أنا بقولها دي كوارث بمعنى كلمة كوارث. اتفضل.
لا زال وضع المرأة في مصر بالرغم، يعني هبين لحضرتك الفرق في حاجة، في فعلا فرق سرعات. الدولة من أول تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاكر حضرتك من أول لما راح اعتذر بنفسه لبنت تم التحرش بيها في التحرير، حصل، وابتدت أجهزة الدولة كلها تبتدي تهتم بفكرة التحرش والتنمر، وتم وضع المرأة بشكل حقيقي في منظومة المواطنة، زي ما تم وضع المواطن المسيحي المصري، زي ما تم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم كنا بنتكلم عليهم على أنهم إيه محتاجين تعاطف إنساني، بقوا بالفعل ضمن منظومة المواطنة. ما زال في بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية ذات الخلفية الدينية العكس صحيح الدين اللي بيتم فيها استخدام وقهر وإذلال الفتاة المصرية، سواء بالجواز أو بعدم التعليم أو إن هي تشتغل أو إن هي تخلف وهي صغيرة وصحتها تتبهدل وحاجات كتير بالشكل ده. الحاجات دي للأسف موروثات لسه ما تمش معالجتها. يعني أنا لسه جاي لي قصة ومشكلة إن بيجوا الأطفال اللي هم القاصر ويجي يجوزها، بيجوزوها بشكل عرفي بس باتفاق رجالة، إن الكلام ده ما اتفاق الأسرة عنه. اتفاق الأب والأم والأسرة والخال والعم طبعا، ومجرد ما تعدي السن المسألة تبقى رسمة. وفي حقوق بتضيع على فكرة، يعني في حقوق المرأة ده. هنا لما بتكمل وبتاع وحاجات كده ممكن في حالة ده قمة انتهاك الزوج الحقوق. يعني يطلق أو غيره مفيش ورق وحاجات كده في حاجات تانية عايز أقولها. مثل من التاريخ الحديث، يعني مثل قدامنا عبد الناصر كان بيلقي خطبة إن مرشد الإخوان المسلمين قال له حجب البنات والستات، وطبعا يعني الفيديو ده شهير جدا، ده كان سنة 65 وقعدوا يتريقوا على المرشد في هذا الموضوع، وفي بورسعيد قال يتحجب هو مش كده؟ أيوه. بعد خمس ست سنين بدأ ال 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 يعني تحجب النساء في مصر. النهاردة تقريبا 90% أو يمكن أكتر، يعني يعني عايز اقول ان الرئيس لوحده مش هيقدر يعمل حاجه طول ما في فكر متغلغل في المجتمع ممكن هو اللي يخلف المراه. زي مثلا الدكتوره شيرين غالب، وده برضو ده يقودني ليها، بيتك ثم بيتك ثم بيتك، ما تتقالش لطبيبه خريجه اتصرف عليها الافات ومتفوقه بطبعها وفي الاخر تقول لها الزمي بيتك، يعني زيها زي اللي واخده ابتدائيه وعايزه تربي عيال. ما احنا عارفين ان ربه المنزل دي ممكن تبقى واخده ابتدائيه اعداديه ثانويه ايا كان، ممكن بلا تعليم خالص وممكن تبقى ناجحه جدا في البيت. لكن ان انا اوجه هذا الخطاب لطبيبه فده مقصود، والشكل العام مقصود، والثقافه العامه مقصوده، والخلل الموجود في المجتمع موجود وعلى اعلى مستوى مهني. اتفضل يا استاذ زين. دي افكار موجهه يا استاذ عادل، افكار موجهه. دي الموروثات، الحته اللي حضرتك قلتها بعد جمال عبد الناصر، احنا بعد الهزيمه تم تغيير البنيه الفكريه للمجتمع المصري، والبنيه الفكريه دي للاسف سقطت علينا سهوا بالباراشوت من دول صحراويه مجاوره، اللي هي فكره ازاي السيطره علينا، اللي هي الفكره اللي بتتقال من بعض السياسيين والمثقفين ونقولها بهزار، ان حد من قال ان لازم مصر دي تفضل على سطح الميه ولا تغرق ولا تطير، يعني ولا تعلى ولا تنتهي، فلازم تفضل في المساحه اللي في النص اللي دايما فيها علا. فكان ابسط الامور بالسيطره هي سيطره الدين، وخاصه بعد الهزيمه، هزيمه 67 تحديدا، اللي هي فكره ان كل حاجه اتكسرت وكل حاجه باظت، فما كانش قدامهم غير ان هو يتم اللعب بورقه الدين واستثمارها. وده كمان لا، وقالت كل حاجه اتكسرت وباظت عشان احنا بعدنا عن ربنا، مش هو ده اللي اتقال؟ فلازم نقرب من ربنا اكتر، وكانت الصحوه الكارثيه. يعني بالظبط كده، فكره اللي هي التوظيف الدين سياسيا او استخدامه لصالح معين بشكل عشان توصل افكار او عشان تبرر للناس حاجه بشكل معين. عشان كده زي ما بقول لحضرتك احنا محتاجين الدوله المدنيه المصريه. وبالمناسبه يا استاذ عادل، الدوله المدنيه المصريه مش هتقوم الا بالقانون. وهدي حضرتك نموذج واحد انا قررته كتير وكتبته كتير. لما بيجي واحد اوروبي او امريكاني في مصر يسوق العربيه، بيتعلم يعمل غرز ويكسر الاشارات ويعمل كل اللي احنا بنعمله. وانا لما بسافر اوروبا وامريكا بلتزم بكل القواعد القانونيه علشان ما ادفعش غرامه قد كده بالدولار او باليورو. القانون بيخلق سلوك ويخلق وعي. تمام. لكن الحديث على ان الوعي والسلوك ونفضل نعمل وعي وسلوك بدون قانون ده فوضى.
القانون هو اللي بيؤدي إلى وجود وعي وسلوك عند المواطن، لكن العكس فوضى تماما. الحديث على إن إحنا نفضل نعمل سلوك أو نفضل نعمل وعي وربنا يسهل، ده بقى معاك ربنا 30 50 سنة لو نفعت يعني. تمام. لكن الحقيقي القانون لا رجعة فيه، لأن القانون في حتى مقولة مشهورة بنقولها في المجتمع المصري، القانون ما يعرفش ذنب، لأن القانون حتى في المحكمة ظهر القاضي الصورة الرمزية سيدة معصوبة العينين ماسكة مزاد. ده المفروض معصوبة العينين بالظبط كده، فهي القانون رقم واحد. واسمح لي انا هستغل الفرصه، بستغل فرصه حاجات انت بتقولها عشان اعلق عليها. لما انت بتتكلم على بناء الكنائس، انا طموحي ان بعد شويه ما يبقاش في حاجه اسمها قانون بناء وتنظيم الكنائس. تمام. يبقى في حاجه اسمها كود بناء دور العباده. المستشفى والمدرسه في مصر عشان تبنيهم بتعمل حاجه اسمها كود بناء. كود بناء ده بيراعي الاشتراطات الهندسيه والبيئيه وكل حاجه من الحاجات دي، لان في الاخر الكنيسه والمسجد هم حجر بيتبني بمواصفات عشان الناس تخش تصلي فيه. يبقى ليه كود اسمه. وانا عايز اقول لك تعليق هنا حصل من شيخ الازهر. قال احنا الازهريين او المسلمين لا نحتاج الى قانون لبناء المساجد، انتوا اللي بتحتاجوا القانون فاصدروا القانون لبناء الكنائس. هو ده اللي حصل. بس ما هو الكلام ده عليه رد حضرتك ابسط الامور، ان بعض الحاجات اللي اتبنت بعيد عن سيطره وزاره الاوقاف كانت اوكار الأفكار المتطرفة، وكانت أوكار لجماعة الإخوان وما زالت لأنه المناخ العام في مصر، ودي المشكلة الحقيقية في صناعة الوعي في مصر، إن أنت مش الإخوان والسلفيين هم المنظمين والمعروفين تنظيميا فقط، المشكلة إن هم خلقوا وعي ومناخ عام عند الناس العادية. فلو أنت سألته أنت إخوان أو سلفي يقول لك لا، لكن هو أفكاره إخوانية وسلفية متطرفة. حتى النخاع بالظبط كده. تمام. المسألة على فكرة مش بتكلم على انه ضد المواطن المسيحي في مصر، لا، ده ضد السلطة، ده ضد فكرة الدولة، ده ضد العلم المصري، ده ضد المساواة للمرأة، يعني ابسط الامور في الحقوق. طب انا في حاجة بقلق عليها في مصر لما الاقي وزارة تكنوقراط، انا عايز وزارة سياسية. يعني في امريكا هنا وزير الدفاع ملوش دعوة بالدفاع، ويعني وزير الخارجية يعني ممكن يتحط برضو ليه حاجات كده، بس ممكن يجاب من حتة تانية، يعني أقصد يعني مش من ضمن المنبع. في حاجات سياسية كده بتحصل على مستوى العالم إحنا مش معاها خالص، وكانت بتحصل زمان، يعني كان قبل ثورة 52 كان سراج فؤاد سراج الدين، مش هو فؤاد سراج الدين تقريبا، فؤاد سراج الدين كان خريج حقوق وكان بيدير وزارة الداخلية، وكان من انجح الاسماء على فكره لانه كان وزير سياسي. يعني ايا كان بقى ان الوزاره سقطت ما سقطتش، لكن كل ما بشوف وزاره تكنوقراط اقول طب ما احنا ماشيين بخطى بالراحه قوي، واللي احنا فيها نفضل فيه، هيبقى التحسن بطيء جدا وماشيين بالزحلفه. التغير السياسي هو اللي بيخلق المجتمعات، والسياسه الصحيحه بتخلق مجتمعات صحيحه. سياسة بترتب عليها في هدف قدامي عايز أوصل له بعد قد كده، في قوانين استراتيجيات خطط بتتحط بأنظمة بالنظام. النظام لا يتغير، احنا نظام 52 ما تغيرش، هو نفس النظام، يعني نفس النظام السياسي أو الغير السياسي مش مهم بقى، يعني المهم النظام. وخصوصا ان انا استغل فترة ان انا عايز الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومقتنع باللي عمله، كمان اكمل بان الوجهة السياسية مكملة لما عمله الرئيس السيسي. ففي عندنا الحوار الوطني لا حس ولا خبر، وما فيش حد بيكتب عنه ولا حاجة. يمكن موضوع حرائق الكنائس غطى الدنيا خالص، موضوع سعر أسعار البترول في العالم غطى الدنيا، يمكن حرب أوكرانيا وروسيا علشان الناس يعني ما تاخدش. لكن اللي أنا عايز أقوله، إمتى نبقى في وزارة سياسية في مصر فعلا بناء على أحزاب وبناء على انتخابات، وانتخابات يعني انتخابات لوجهات نظر سياسية. اتفضل. طيب اسمح لي أقول لحضرتك رأيي شوية جد. انت رجعت لفؤاد باشا سراج الدين في شهر سبتمبر 1933 لغايه شهر نوفمبر 1934، تولى وزاره الحربيه، كان اسمها ساعتها وزاره الحربيه والبحريه، صليب باشا ثاني. تمام. ما تعرفش المعلومه دي؟ دي موجوده في التاريخ. تمام. القضيه قضيه المناخ العام يا استاذ عادل، عشان نوصل له، احنا ما عندناش معارضه حقيقيه، احنا المعارضة عندنا نتيجة ان هي
اتعودت انه لو الحكومه او الدوله النظام السياسي قال يمين هي تقول شمال، ومش ده مفهوم المعارضه الحقيقيه. لا طبعا، مفهوم المعارضه الوطنيه الحقيقيه في تقديري انه لما النظام السياسي يعمل حاجه كويسه نقول والله دي حاجه كويسه وكملوا عليها، لما النظام السياسي يعمل حاجه احنا شايفين انها مش كويسه نقول مش كويسه ليه وكان الافضل يتعمل فيها ايه، اقدم البديل. صح كده بالظبط. لكن فكره عدم تقديم البديل والمعارضه لمجرد المعارضه اللي هو الشكل اللي احنا خدنا عليه ده شكل ادى حقيقه انه تم اخصاء المجتمع السياسي المصري وتم اخصاء المجتمع الثقافي المصري بنفس الطريقه، لان انت وظفت المثقفين وظفت السياسيين، ودي للاسف تركه جمال عبد الناصر وتركه السادات تحديدا اللي ورثها مبارك وورثناها بعد كده. عشان كده لما تيجي تقول احنا فين المثقفين دلوقتي؟ فين نجيب محفوظ؟ فين يوسف ادريس؟ فين زكي نجيب محمود؟ فين كل القامات اللي كانت موجوده؟ فين واحد زي غالي شكري الله يرحمه؟ كل الكلام ده ما تلاقيهوش دلوقتي، لانك انت ما اشتغلتش على وجود مثقفين وسياسيين حقيقيين. فالفراغ اللي حصل اللي الناس بتنتقده دلوقتي ده ميراث ثوره يوليو 52 تحديدا، يعني عشان نبقى واضحين ثوره. وبالمناسبه عايز اقول لحضرتك على حاجه، بدايه الطائفيه الحقيقيه في مصر مش السادات 52، بداية الطائفية أيوان. ليه بقى؟ لأن الإجراءات اللي خدها جمال عبد الناصر اللي كان بياخدها بشكل وطني تم توظيفها بشكل طائفي للأسف، وتم اختراق المجتمع المصري بسببها لحاجات كتير. يعني تمام. مثلا هو اللي حط في البطاقة فكرة مسيح ومسلم، هو مدينة البعوث الإسلامية اللي اتعملت وقتها اللي اتحولت في وقت من الأوقات كانت لمخزن الافكار المتطرفه لغايه ما الدوله رجعتها مره ثانيه، وهكذا شويه اجراءات كتير اتخذت كانت ضد الوطنيه وضد الدوله المدنيه. احنا محتاجين حقيقي، وعلى فكره الدوله من اول 2014 حتى هذه اللحظه انا في تقديري ماشيه بخطى ثابته، حتى لو الخطى دي بطيئه لكنها تحسب وايجابيه وما اتعملتش قبل كده، ترسيخ فكره الدوله المدنيه. وابسطها مثلا احنا كنا عارفين ان اي حد يقتل مواطن مسيحي ابسط امور يطلع يقول لك مجنون ويطلع ويطلع ويطلع، دلوقتي انت ما تسمعش على الحاجات دي، وبقى في عداله ناجزه بالذات في القضايا الطائفيه وفي اهتمام بيها. دي كلها حاجات ايجابيه بتتحول، بس احنا لسه عندنا مشاكل كتير. انت عندك مشاكل في البنيه التشريعيه، عندك مشاكل في القوانين، الدوله ماشيه في حاجات كتير بس مش بتقدر كل حاجه يعني المواطنه دايما يا استاذ عادل ما بتجيش زي التورته حضرتك لما بتيجي تقطعها بتنزل حته واحده. المواطنه ومنظومه الحقوق تراكميه طبعا، بتيجي بالنضال وبالحوار. يعني الحاجات اللي بنقولها دلوقتي عن مثلا وضع المراه في مصر من 25 سنه ما كانش حد يقدر يتكلم فيها خالص، لكن دلوقتي بيتكلم فيها بمنتهى الوضوح والقوه. نفس الموضوع ملف المواطنين المسيحيين المصريين، نفس موضوع ملف الاعاقه، ملف الحقوق بوجه عام حصل فيه تطور كبير وتطور ملحوظ. عايز اقول لك مثلا يا استاذ هاني، في التسعينات انا كنت من ضمن الحملات القائمه في القناه الثالثه بقياده المرحوم مدحت زكي، كنا ختان الاناث، واللي كان بيعارض فيها كان الشيوخ والحاجات دي كلها، وفعلا صفت الشريف بقيادته الاعلاميه تحدى الموضوع ده الى انه نتج في الاخر عنه قانون تحريم هذا النوع من الجرم ضد المراه. يعني يعني كان في ارهاصات حريه موجوده في التسعينات حتى ايام مبارك. يعني مصر مش ساكته، مصر ما بتسكتش ابدا، وانا يعني اامل ان ايام عبد الفتاح السيسي ان مصر تنتقل من نقطه البطء دي الى الانطلاقه. يعني لان احنا فاضل لنا حاجات بسيطه جدا ممكن تتغير بالقوانين زي ما حضرتك قلت كده، وممكن ان احنا ننطلق الى انحاء الدنيا كلها، والسياسه هو السبيل الوحيد في التفاهم مع كل الناس اللي حوالينا، ولازم يبقى في عندنا كوادر سياسيه، ما يبقاش المرحوم بطرس غالي بس، ولا يعني ناس معينه من عائلات معينه هم اللي متولين السياسه، لا، احنا عندنا جامعات بتدرس السياسه في مصر، نفتح شويه وندي دراسات تانية وندي بعثات على اساس ان احنا نعرف ان في ناس سياسيين ممكن نعتمد عليهم في المستقبل، لان المستقبل للسياسه. والسياسه المحروقه او السياسه اللي فيها ضعف رؤيه والسياسه اللي هي مقفوله زي ما حصل في روسيا واوكرانيا، حضرتك شايف ان العالم كله بيدفع ثمن هذه السياسه الفاشله يعني. لكن السياسه كمان لازم اتعلمها او اكون ناجح فيها يعني. انا عارف ان يعني الحوار، ما انا هاخدني السؤال، الحوار الوطني ممكن يؤدي لده،
لكن الحوار الوطني انا مش شايف فيه حاجه، ومش شايف يعني هو كان زي ايه المثقفين قالوا في الاول وهنعمل بعد كده زي ما يكون يعني لمبه، يعني مش عارف هل الجاز خلص ولا الزيت خلص ولا ايه بالظبط، مش عارف. اتفضل. بص انا رايي حاجتين، الاول هو لسه يعني تجربه مبتدئه لسه ما اكتملتش ملامحها قوي، دي نقطه. النقطة الثانية احنا اصلا ابتدينا نكسر اللي فيها، يعني بعيد عن كل الشخصيات اللي منهم كتير من اصدقائنا جوه الحوار الوطني، انا هدي لك نموذج واحد. انت اول ما الدولة كونت يعني قالت على المجموعة بتاعت مجلس الامناء وكان فيها صديق العزيز المهندس سمير مرقص، تم الهجوم عليه ده اكيد على طول. يعني انت اصلا حتى لما ربنا بيرزقك وان الدولة تختار بعض من رموزك، طالما ما اختارتش هاني واختارت عادل يبقى لازم نهاجم عادل، ولو العكس لو اختارت عادل وما اختارتش يعني وهكذا. فانت اصلا حتى ما بتقدرش الرموز بتاعتك وتحترمها. وبالمناسبه انا عايز اقول لحضرتك يعني مراره من بعض من يطلق عليهم المثقفين او المفكرين من المسيحيين المصريين، ان ناس كتير بقت تعتذر لان بيخافوا يخشوا في اي حاجه علشان ما يتشتموش وما يتهاجموش من الشباب المسيحي المصري نفسه. تمام. ودي كارثه، ودي كارثه يا استاذ عادل. لانه زي ما في ما هو طبعا ما هو ضيق الثقافه وضيق الافق والعدم الرؤيه الصحيحه بينال الطرفين، بينال كل المواطنين المصريين. وانا قلتها قبل كده ان الزواج المبكر كان في الصعيد مش مسلمين بس، كان مسيحيين كمان. ايوه بالظبط كده. يعني المجتمع كله والجريمه لما بتتخلى المجتمع حتى لو كانت ضد المسيحيين بتتحول للمجتمع ككل، واحنا بنشوف اهو القتل علنا مش للمسيحيين في الشوارع، للبنات وللولاد وللناس. ما كم حادث قتل حصل في الشارع، وكم حادث قتل حصل للبنات، وكم حادث قتل حصل للمسيحيين. ما هو ده ناتج ان انا سبت الحاجات دي يعني تنتشر في المجتمع بهذا الطريق الخاطئ. يعني ده اللي انا عايز اقوله. طبعا. لكن الحوار الوطني مفيش امل منه؟ لا لا طبعا في امل، انا متفائل بيه جدا. بس سيبوه يتحرك، لان خد بالك ان ناس كتير يعني بيتم الهجوم عليه برضو بنفس المنطق، طالما انا مش موجود فيه يبقى هجمه. اصل احنا واخدين النخبه المثقفه والسياسيه ضمن افسادها في العصور اللي فاتت، وبالذات ايام عبد الناصر وايام السادات، ان هم موجودين في كل حاجه. فلو مش موجود يبقى لازم يهاجم الحاجه دي. فالميراث ده لسه موجود. احنا واخدين ان احنا لازم نبقى ايه، احنا اللي يعني مش سايب حاجه، ندوه انت موجود فيها، لجنه انت موجود فيها، مؤتمر بره انت موجود فيه، الدوله تنظم اي حاجه انت موجود فيها، جايزه الدوله انت موجود فيها، وهكذا يعني. طب الحوار الوطني انا شايف ان الشباب فيه قليلين، يعني شباب تحت ال 30 قليلين قوي قوي، اللي هو من 20 ل 30. لا في لجان النقاش لا في شباب كتير، اغلبيته شباب. في شباب في لجان النقاش. في لجان النقاش في شباب كتير طبعا، والاعلام كتب ونزل صور ليهم كتير. لا لا في، بس هو طبعا زي ما بقول لك هي التجربه لسه جديده وملامحها بتتكون، فهي لسه مش هتظهر دلوقتي. بس لكن هي مستمره يعني على مسؤوليتك. لا الكلام ده لا مستمره. لان انا يعني ما شفتش مقالات بعد ابو الغار والناس اللي كتبت، ما شفتش متابعه يعني. لا المقالات على الصفحه بتاعتهم، صفحه الحوار الوطني صفحه شفتها. لا في اكتيفيتي بتتعمل، بس طبعا مش كل حاجه بتبقى بالشكل ده. مقالات انا قريت مقالات دكتوره بلغار وغيره، هي كلها مقالات بتنبه لحاجات معينه، لكن مش بتتكلم على فكره التنظيم او فكره الانعقاد اللجان بتاعتها. لا الانعقاد شغال يعني. طب هل ممكن ان الدولة تفيد يعني لو في حاجة ناجحة ولا حاجة كده، يعني احدى القنوات هي تتخلى الحوار ده، وحتى بين الاراء وبعضيها والتبادل الحواري الحضاري اللي هيبقى موجود في المناقشات دي، طب ما نبينه للناس. ظهر يا استاذ عادل في حوارات كتير اتعملت، يعني انا شخصيا يعني هدي حضرتك نموذج، مثلا جريدة الدستور عملت مع اغلبية مجلس الامناء اكتر من برنامج. ده حوار انا عايز في المؤتمر نفسه الناس وهي بتتناقش مع بعضيها بيتناقشوا ازاي، انا انقل الحضاره الحوار الحضاري ده للناس ازاي. ما هو اللقاء التلفزيوني لازم يبقى حضاري، ما هو ده الوجهه، ده لو فقدناها تبقى مصيبه. لكن انا عايز اقول في المؤتمر نفسه، في المؤتمر نفسه اللي بيعقد او في الحوار، فلان بيتكلم، فلان بيقطعه ازاي، بيتحدث معاه ازاي. كل دي الطرق دي مهمه كمان، التكنيك بتاع الحوار وطرق الحوار انقل بيها حضاره معينه للناس لانها تركز في ذهن الشباب ازاي، ان دي مش معلنه من قبل الدوله.
اوكي دي دعوه ايجابيه، دي دعوه ايجابيه يتم الدعوه ليها طبعا. بالعكس يعني بدل ما بيذيعوا فقرات تتذاع النقاش كله، دي فكره حلوه. وخصوصا لو واحد بيقاطع حد بيقول له ازاي ويناقشه ازاي وبيخاطبه ازاي وبينقد الفكره ازاي من غير ان هو لا يجرحه ولا يشتمه بمفردات بسيطه قوي من اللغه. دي فكره حلوه طبعا، دي فكره حلوه يتم الاخر. ما هو هي دي قبول الاخر، قبول الراي الاخر، فهو قبول الاخر. ان انا لما اقول يمين لما واحد يقول لي لا خليك في النص او شمال يبقى بمنتهى الادب وبمنتهى الحرص، لان ده هيوصلنا لكذا وده هيوصلنا لكذا، واحنا عايزين في الاخر ان احنا نمتد الى ما هو قدام مش نرجع الى ما هو وراء. يعني طريقه طبعا. الحضاره في الحوار دي في ناس كتير بتمتلكها، عايز انقلها، لان حتى في السوشيال ميديا بقى الناس الاجريسيف عاليه قوي، وخصوصا يعني التعليقات الدونيه موجوده كمان، يعني حاجه صعبه قوي يعني. بص انا عجبني في حلقه حضرتك النهارده اللي هي فكره ان انت بتوصف الواقع كما هو وبتقول الجانب الايجابي، وحتى لو كان الجانب الايجابي مش بيرضي طموحنا وعندنا طموح اكبر، بس على الاقل بنقول ان في حاجه اتعملت ومحتاجين. طبعا طبعا الذي لا يقر ان في حاجه اتعملت ده يبقى انسان يعني ما بيشوفش. لا احنا بنشوف، لا كويس قوي، في حاجات كتيره اتعملت. ويعني من ضمن المناقشات اللي انا بقولها بقول يعني على اعلى مستوى لرئيس الوزراء وغيره ان مجال المجال الامتلاكي العام للشركات والاستثمار لازم يتفتح اكتر من كده. ازاي؟ ادرسوها، شوفوا رجال الاعمال ايه اللي يحصل، رجال الاعمال اللي بره ايه اللي يرضيهم عشان يجيبوا فلوسهم يجيبوا شركات. ايوه ما لازم انا ارضيهم، بس مش معنى ان انا ما ارضيهمش ما مش هيجوا، لازم ارضيهم. لازم اقول لهم ان في ميزه عندي. جذب الاستثمار محتاج مميزات واعفاءات وحاجات وقوانين يا استاذ هاني. طبعا وقوانين طبعا طبعا طبعا. يعني انا ضربت مثل يمكن حضرتك قلته لك قبل كده، ان اي حد عنده فلوس من اي حته في العالم 500,000 دولار يجي يقيم ياخد الاقامه في امريكا بمليون دولار ويعمل مشروع ويعين 10 يشغل 10 من 5 ل 10 يعني ياخد الجنسيه، ولو اكتر من كده بتتفتح له البنوك والقروض واديله بقى. طبعا طبعا. انا بعتقد ان احنا داخلين على حاجات كتير كويسه، بس التحديات كمان كبيره. يعني انا هقول لحضرتك نموذج، النموذج ده ساذج والناس في مصر مش مستوعباه، لكن برغم قيمته العاليه حضرتك تابعت زي كل الناس ان مثلا في بعض الدول الاوروبيه زي المانيا مع الازمه الاخيره بعد حرب الروسيه الاوكرانيه انه ما بيتصرفش للمواطن غير ازازه زيت وكيلو دقيق في الاسبوع، واللي تحت 18 سنه لا، وده كلنا شفناه وما بيحاولش ياخد زياده، وما بيحاولش ياخد زياده. احنا طبعا لان ثقافته كده ان البلد بالزبط. ومرت على فكره المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه عملوا مؤتمرات علشان يغيروا ثقافه البلد، احنا مش الجنس العالي، احنا مش احلى ناس ربنا خلقهم، احنا ناس عاديين جدا زينا زي اي حد، هنتميز بالانتاج. وقد حدث في 10-15 سنة ألمانيا استعادت كل ثقتها الاقتصادية. ما كان في مشروع اللي هو مشروع مارشل لإعادة صياغة الهوية القومية الألمانية واليابانية. بس كان في إرادة سياسية يا أستاذ هاني، عشان كده بقول الحكومات السياسية والإرادة السياسية بتصنع مجتمعات أفضل. أنا عند رأيي ده. طبعا بص حك أنا متفائل، لأن أنت لأول مرة ودي حقيقة بيبقى عندك إرادة سياسية في البلد لعمل حاجات، الحاجات دي مش ماشيه مع هوا الشارع لكن مع المصلحه العليا. للاسف احنا احيان كتير بننظر لمصلحتي الضيقه قوي مش للمصلحه العامه للبلد. يعني مثلا زي فكره لو حضرتك خدت مثلا تعويم الجنيه لو رفع سعر البنزين، انت لو كان من اول السادات او جمال عبد الناصر او حتى عصر مبارك بس عويمه الجنيه، لو كنت رفعت كل سنه 10 ساخ او 15 قرش ما كنتش اضطريت توصل للحظات اللي احنا فيها انك ترفع بالجنيه وباتنين جنيه في البنزين، او ما كنتش تاخد قرارات متهوره زي غلق مضيق ال واسرائيل تطرح بحر. يعني في حاجات كتيره قوي لو انت خدت الجانب الاقتصادي ما كنتش خدت حاجات عنجهيه بيدفع ثمنها الشعب المصري حتى هذه اللحظه. عشان كده بقول السياسه برضو هرجع تاني واقول السياسه والاراده السياسيه والسياسات الحره الإيجابية هي بتصنع مجتمعات، والمثل قدامنا ألمانيا واليابان، مش ألمانيا بس.
والسياسه الفاشله بوتين هيودي روسيا في داهيه، رغم ان كل الشرق الاوسط بيقول ان روسيا منتصره، لكن الاقتصاد العالمي بيقول روسيا بتخسر. واكبر دليل على ان رجب طيب اردوغان بيعمل معاهده بينهم هما الاثنين علشان تبادل الاسرى. ايوه بص حضرتك، انا هقول لك على حاجه، ده اللي خلاني من ضمن الحاجات اللي انا سعيد بيها بموقف السياسه الخارجيه المصريه. مصر قدرت تحفظ لنفسها ومشيت وراها بعض الدول العربيه المساحه اللي في النص، اللي هي تخرج بره فكره المعسكر الامريكي او المعسكر الروسي، ان زي ما انتوا ليكم مصالحكم احنا لينا مصالحنا. والفكره اتغيرت بعد ما كان فكره الولاء والانتماء وانا ماشي ورا معسكر معين، لفكره انا عندي مصلحه وانت عندك مصلحه ونشوف المساحه اللي في النص بينا ايه. طب اسالك سؤال، حتى مصر بالدولار ولا بالروبل؟ مصر هتبقى بالجنيه المصري. مصر بالدولار؟ لا معلش، الدول العربيه كلها بالدولار، مصر هو انا يا دولار يا يورو يا روبل، العملات المحليه نحترمها لكن هو ثلاثه عملات، حتى الصيني الايوان الصيني شغال وكويس مفيش مشكله، لكن هل هو دولار يورو روبل؟ لا احنا مع الدولار واليورو، احنا ثقافه اورو متوسطيه. بس مصلحتنا لو مع روسيا مفيش مشكله، يعني مفيش مشكله، لكن انتمائنا كله للحضاره الغربيه. عايز اقول ده، ان مصر بتتجه ناحيه الحضارات الغربيه، ودي مش انا اول مره اقولها، ده طه حسين قالها قبل مني. لا اصلا في الاخر اورو متوسط بالظبط، ده اللي انا عايز اقوله. يعني هي الشرق ده بعيد عننا تماما، وبلاد فارس والناس دي، احنا دايما احنا قريبين قوي من اليونان وايطاليا وفرنسا، يعني ساعتين نبقى هناك زي ما بيقولوا يعني. ايوه بالظبط. لا طبعا احنا ثقافه اورو متوسطيه، ولكن في الاخر بتخضع كل حاجه بقت هتبقى للمصالح. وانا عارف وده كويس، ما دي السياسه. دي السياسه. وانا عاجبني فكره ان انت انا لا اخسر امريكا ولا اخسر روسيا. بالظبط. انا على مصلحتي مع روسيا واوكرانيا في استيراد القمح، انا اجيبه ليه بثمن غالي من استراليا ولا من كندا ولا من امريكا؟ ما انا عندي نفس الثمن من اوكرانيا. انا هقول لك على حاجه. لا انا هقول لك على حاجه. احنا خلينا نقرب شويه. مصر في علاقتها باسرائيل ما بقتش المساله هنرمي اسرائيل في البحر وكل الكلام العجرفه بتاع شيطانه اسرائيل، ما زالت عند ناس الله يخليك، يعني في ناس يعني اول ما تقول ان العلاقات بين مصر واسرائيل يقول لك لا ده انت كده دخلت ايدك في شق التعبان يعني. بص حضرتك، اصحاب الهوى الاخواني وعبده الناصريه دي قصه ثانيه خالص، انا ماليش دعوه بيهم، انا ليا دلوقتي دعوه بمصلحه مصر العليا. طبعا اسرائيل بتديلك الغاز تسيله وتبقى انت المصدر رقم واحد للغاز لاوروبا. استاذ عادل، هقول ده جميل، ده مش وحش يعني، وانا اشدت بيها على فكره قبل كده يعني. هقول لحضرتك على حاجه، سيبك من دي، لو ما بتديناش الغاز هي ايه فكره ان انا اخلق حرب ثانيه وادفع ثمنها من اقتصادي؟ ما دي اتحلت من 77 وده مثل تاني، خلي بالك. بالظبط. فخلاص يعني مصر سنه 70 بتعمل مؤتمر عربي للحرب مع اسرائيل، واسرائيل دوله معتديه ويجب يعني حربها بكل الطرق والطرق السياسيه والاقتصاديه والمعنويه واتحاد ومؤتمر. في 77 بنعمل معاها يعني سلام. وفي الاخر عندك هنا في الاخر هنا عندنا في مصر عندنا هنا في مصر كيان وهمي في التحرير اسمه جامعة الدول العربية، ما بيعملش أي حاجة غير إنه يشجب ويقول. لا هو مش كيان وهمي، هو زي أقول لك حاجة، ما الأمم المتحدة ساعات ممكن تصدر قرار وما يتنفذش، لكن ما هوش لا هي منظومة سياسية أحترمها، لكن يجب تفعيلها أكتر من كده يعني. بس مش هتتفعل طول ما هي قايمة على المصالح والمكافآت والبدلات، وإنه اللي بيروح هناك بتبقى مكافأة نهاية الخدمة عشان يحوش شويه فلوس. هو ده اللي حاصل، انت ما عندكش انت هو ده السبب. انت حضرتك ما خدتش بالك ان كل المؤتمرات العربيه الاخيره جامعه الدول العربيه مش موجوده فيها؟ ما هو انا عايز اقول حاجه، وجامعه الدول العربيه هنا عشان عارفه انها لما تتدخل مفيش ملهاش مش ملزمه مش ملزمه ما حدش بيسمع لها يعني. انا عارف وهي تدخلت زمان، نقلوها لتونس ايام السادات انت فاكر يعني، وفي الاخر رجعوا هنا. ايوه ما رجعوا تاني لانه عايزينها برضو يعني عمليه. انت عارف اللي بينظم الحفلات والحاجات دي كده، فاللي بينظم الاراء السياسيه ويخليهم يقعدوا على الترابيزه هي
هي جامعة الدول العربية، يعني هي بتطرح، ممكن تطرح الموضوع في زيارات وحاجات كده، لكن وزراء الخارجية والرؤساء والملوك هم اللي بياخدوا القرار، مش جامعة الدول العربية. أنا مع، يعني أنا شخصيا أنا عارف إن الآراء اللي أنا بقولها ربما ما تعجبش بعض الناس، لكن أنا في الفترة الجاية مع التغيرات اللي بتحصل في العالم والتغيرات السياسية واستقطاب جديد بتحصل وهكذا، أنا مع غلق أي كيان ملوش لازمة، وأي كيان يبقى القاعدة فيه لمجرد إنها تبقى مكلمة ولمجرد إن هم ياخدوا مكافآت وفلوس وحاجات بالشكل ده. إذا كان في قضية العراق ما عرفوش يعملوا حاجة، عارف حضرتك إحنا مشكلتنا إن أنت اتخلقت على السياسة بتاعتك على فكرة موضوعات التعبير اللي هي إيه، استطرد واكتب فيه ما لا يقل عن 10 سطور، فأنت تبقى بقى شاطر لو بدل 10 كتبت 20 و30. ما هو موضوعات التعبير في مصر بقت تعليم لغة مش بكتب اللي جوايا. بالظبط كده، يعني هو تعليم لغة وفلسفة غير واقعية وإقناع اللي قدامك بإن أنا بكتب رأي صح كلغة، لكن هو اللي جوايا ايه ما بينعكسش هنا، فدي برضو انت عارف. خليني بقى اعمل لك اسقاط عشان نرجع لمصر قوي، خليني اعمل لك اسقاط، ودي احد الحاجات اللي انا بشيد بيها في شخصيه عبد الفتاح السيسي بالمقارنه بما سبق. عبد الفتاح السيسي ما قالش من اول ما تولى رئاسه الدوله المصريه ما قالش كلمه المواطنه يمكن غير مره او مرتين، لكن طبقها، لكن كل اللي قاعد يستخدم كلمه المواطنه ما طبقهاش عمليا. ده حسني مبارك كان بيقول ده احنا دوله علمانيه. بالظبط. وما كانش بيطبق العلمانيه، كان بيدي الاخوان 88 كرسي. بالظبط. عارف حضرتك لما بتقول كده حولت ان كلمه المواطنه بقت كانها لبانه بدون طعم وبدون لون. لكن تعالى بقى عند عبد الفتاح السيسي في الحاجات اللي عملها، يعني انا الفكره اللي معجب بيها جدا فكره انه يروح لبنت صغيره غير معروفه ولا مشهوره عشان يعتذر لها، خلى كل قرون استشعار بتاع اجهزه الدوله بكاملها مع حقوق المراه وضد التحرش بموقف بسيط جدا عمله. ما هو ما انا معاك في ده، انا معاك في ده، بس التكمله بتاعه القانون وانه في كمان تغليظ العقوبه منع شويه، يعني مش التحرش ما بقاش زي الاول انا عارف، لكن برضو ما زلنا من الدول المتقدمه قوي في الموضوع ده. يعني طبعا لانه ما زلت الحته بقى اللي حضرتك قلتها، ما زلت عندك ثقافه. استاذ عادل انت لغايه اللحظه دي في اسر في الصعيد المصري وفي الفلاحين بيسمي الولاد محمد 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 وما بيطلعش شهاده ميلاد غير لواحد بس عشان الباقيين ما يخشوش الجيش ويفضلوا يزرعوا الارض. اللي بقوله لك ده لغايه اللحظه اللي احنا فيها. فانت التحدي قدام الدوله المصريه لمواجهه ثقافه قصه طويله عريضه، غير بقى تغيير القوانين، لان انت عارف كويس قوي ان احنا الحمد لله عندنا قوانين وعكسها. تمام. فدي ده مشوار محتاج شغل، بس المهم الحقيقي ان احنا بدانا. احنا كل مره كنا بنتكلم واحنا لسه ما بداناش، ولا شغلت العربيه ولا اتحركت بيها. انت اتحركت بالعربيه حتى لو لسه على الاول او الثاني، لكن انت اتحركت بالعربيه خلاص. تمام. وبالمناسبه ولا معاك كده اللي اتحركت، التحرك ده مش هيوقف، ما تقدرش توقفه بعد كده. يعني هدي حضرتك نموذج. لا هو في سرعه في الاداء التكنيكي التكنوقراط، في سرعه في الاداء غير عاديه، لكن سرعه تغيير الادمغه هي البطيئه، وده اللي انا طبعا. يعني هدي حضرتك نموذج تعامل الدوله المصريه مع الكنائس ومع فكره ان اي مدينه جديده او اي مكان بيبني يعني مجتمع جديد. دي جديده هي طبعا نتج عنها 61 كنيسه بس في 8 سنين، يعني بس ما حدش يقدر يتراجع عنها بعد كده. ما انا عارف، يعني ده قرار رئاسي، لان هي دي المواطنه. ما هو دي المشكله بتاعتنا ان الكنائس تبنى بولي الامر، هي دي مشكله. ما دي حتى ناقشت فيها، فاكر المرشحين اللي كانوا 24 واحد مرشحين للرئاسه ايام احمد شفيق، انا ناقشت ابو العز الحريري وكان مرشح للرئاسه، فقلت له الكنائس اخبارها ايه عندك؟ قال لك في ولي مع ولي الامر. تخيل، يعني برضو هي نفس الفكره، هي سواء كان مجتمع مدني او غيره، هو التوارث الفكري ليها موجود، صعبه. بس في متغير واحد، ان فكره لما الموضوع اتحول لقانون الموضوع انتهى. القانون هو اللي برضه بولي الامر يا استاذ زين. يعني انا متفائل بالقانون ومتفائل بالكود اللي قلت حضرتك عليه، لكن هو برضه ولي الامر في الاخر. بس القانون ده لجنه، مش الرئيس.
القانون ده لجنه فيها الاجهزه الامنيه برضه ولي الامر، بس ولي الامر بيتنازل عن تخصصات رئيس الوزراء. ما تشوف اللجنه التقييم دي برئاسه رئيس الوزراء. لا لا، ده الاعتماد يا استاذ عادل مش بص حضرتك، هي فيها مراحل، اهم مرحله فيها ان هم يجهزوا الملفات، رئيس الوزراء بيمضي. ما هو في الاخر هو هو مضبوطة. هو ولي الامر برضو يعني، مش رئيس الحي، مش 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 رئيس الحي ولا الكود ولا المهندس اللي بيقول المبنى ده صالح ولا غيره. لازم في الاخر. طيب هقول لك على حاجه، انت مش كنت لغايه لما تيجي تعمل تويلت في الكنيسه كنت بتاخد موافقه رئيس الجمهوريه؟ ايوه دلوقتي لا، يعني دلوقتي فيها تسهيل. طبعا هي دي المواطنه يا استاذ عادل، ان انت كل شويه بتحقق مكسب والمكسب ده بيترسخ، ما يقدرش حد يسحبه لانه بيخش ضمن المنظومه القانونيه. احنا عشان كده هرجع لحضرتك، احنا خطوات ايجابيه بس احنا طموحنا لسه. لسه الدوله لسه المدنيه في 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 مشاكل، في مشاكل عندنا. الدوله المدنيه هي دي اللي احنا عايزينها بكل معانيها. ما هو الدوله المدنيه عايز اقول مظهرين، هل احنا ممكن مستعدين ليهم كمصريين نعملهم او كحكومه او كسياسه؟ نزع خانه الديانه والزواج المدني. عندنا استعداد عايز نعملهم؟ عايز رايي انا الشخصي؟ عايز رايي الشخصي؟ انا رايي الشخصي، انا ما انا عارف رايك الشخصي. طبعا وصلهم. انت موافق، انا فاهم. هنوصل لهم. لا هنوصل لهم. هنوصل لهم يا استاذ عادل. امتى؟ هنوصل لهم. عشان ما نجوزش 117 الف فتاه من سن 10 ل 17 سنه. لا هقول لك بص يا استاذ عادل، حضرتك كنت لسه بتقول للاستاذ ثروت ان انت سبت مصر من 22 سنه. تقريبا 2001. طيب انت فاكر كويس قوي من 22 سنه كان الكلام ازاي عن مشاكل وتحديات وهموم المواطن المسيحي المصري، وكنت فاكر كويس قوي يعني ايه تبني كنيسه، وكنت فاكر كويس يعني ايه ان حد يطلع يتكلم على وضع المراه ويقول لا للختان و و و. الحاجات دي اللي كانت وقتك انت لما سبت مصر تحديات، بقت دلوقتي حاجه طبيعيه. عشان كده بقول لك احنا هنوصل، بس المهم نفضل نطالب بالدوله المدنيه ونفضل نطالب بتطبيق القانون. كل ما نتمسك بالحاجات دي هنوصل بعد سنه بعد مع تعريف ان الدوله المدنيه لا تلغي الدين. انا عايز بس افهمها كل مره، لان هو حتى كلمه فصل الدين عن الدوله دي الناس فاهمها غلط. فصل الدين مش معناه احتقار الدين ولا اهمال الدين ولا حاجه ابدا، بل على العكس تماما، هو احترام الدين. حضرتك كمسلم لما بتصلي في الشوارع في المانيا بتاخد تصريح وبيصرحوا لك بده، مع ان المانيا دوله علمانيه، وبرضه في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نيويورك وبتتباهى بده. هو ده ناتج الدولة العلمانية، انه اهتموا بإيمانك وروحانياتك وبيحققوها لك. فما فيش حد ضد الدين في الدولة العلمانية. التيار الديني المتشدد والمتطرف في مصر شوه كلمتين خلاهم كلمات سيئة السمعة، كلمة العلمانية وكلمة الدولة المدنية، واعتبرهم ان كأن اللي بيدعو ليهم من الكفار، لدرجة ان صفحات الاخوان كانت بتروج لفكرة الدولة العلمانية يعني انك تسيب والدتك واختك مع صاحبك في الشقة وتنزل، كانوا بيكتبوا كده. ايوه، ما هو لازم يحاربك، هو عايز سلطة، هو عايز السلطة الدينية لا يفتقدها، لانه بتدي له سلطة سياسية بموقعه الديني، فهو مش عايز يفتقد ده، فيعمل ايه؟ يتدلى عليك. بالظبط. لكن المثقفين فين من ده؟ ما هم خافوا ورجعوا. عشان كده انا ما بقولش الدولة المدنية، بقول الدولة العلمانية. ما فيش حاجة اسمها الدولة المدنية. بص حضرتك، انا في الاخر عندي القانون، الدولة اللي تطبق القانون بحذافيره على كل الناس ويبقى قانون فعلا ما يعرفش غير تطبيق الحق والعدالة الناجزة. ما هو الرئيس قالها، قال انا ما يهمنيش انت تعبد ايه، انت مسلم ولا مسيحي ولا حتى ما عندكش، ما دي العلمانية. طب ما هي دي العلمانية. عشان كده بقول لك حتى لو ما نطقهاش، ما هي دي العلمانيه. بالظبط بالظبط، زي ما هو ما بيقولش كلمه المواطنه لكن بيطبقها لما بيجي يفتتح مكان جديد ويقول له فين الكنيسه، لما يجي يطبقها ويقول له فين كذا او فين كذا، او ليه الطريق ده معمول بالشكل ده، او ليه الطريق ده معمول غلط، او هو بنفسه. انت لاول مره يا استاذ عادل عندك رئيس بينزل الشارع بيبص نزل كذا مره على الحاجات اللي بتتعمل. لا ده كل يوم جمعه، ده كل يوم جمعة حضرتك. كل يوم جمعة وتعرف الموضوع بالليل، شاف ايه وعمل ايه وتابع ايه بنفسه. ده بينزل يعني مرة لما كان أحد الطرق شافه معوج وكان الطريق بيفتتحه. وتعاد تاني. أنت أول مرة يبقى عندك حد بيتفاعل مع الشارع،
بس للاسف احنا ثقافتنا، احنا زي ما انت حضرتك قلت، هرجع لك اول كلمه قلتها في اول حلقه، وهو ما يقدرش يغير تغيير كامل وشامل من غير انتاج. احنا دوله مستهلكه مش منتجه، ما برضو ما برضو في حاجه في ايده. لو احنا دوله منتجه وعندنا ثروات وحاجات كده كان هيغير، والتغيير هيبقى سهل جدا. انما عشان احنا دوله مستهلكه ففي توازنات اقتصاديه وسياسيه وغيره وبيئيه واجتماعيه، كان الله في عونه طبعا. لكن انا بتكلم على ان ثقافته دي توصل للي تحت. لازم يبقى في الهياكل الاداريه يجب ان تحاسب بعضها البعض في الدوله، وان النموذج التعامل مع المواطن هو في الاخر هو بيعامل الدوله. يعني انا لو بعامل مع السجل المدني انا بعامل الدوله، لو بتعامل مع الشرطه انا بعامل الدوله، لو بتعامل مع الجوازات بعامل الدوله، لو بتعامل مع ختم معين بعامل الدوله، لو بتعامل مع الصحه والحاجات اللي هي تابعه للدوله بتعامل مع الدوله. فالتعاملات مع الدوله دي هو ده التعامل المواطن مع الدوله. هل ده كل الناس على ثقافه واحده؟ لا طبعا. وده دي ثقافة لازم تتغير بقوانين ومراقبة. يعني هو ينزل الشارع طبعا دي حاجة إيجابية تماما، لكن الوزير ينزل الشارع زي ما وزير الداخلية ينزل ويشوف حركة المرور، ينزل يشوف الإقسام على الطبيعة، أعتقد كل الدنيا هتتغير. أنا فاهم ده. يعني لو كل الناس بتتمثل بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الوزارات والمديريات واللواءات والكلام ده كله، والناس اللي حتى وزارة التربية والتعليم، ويعمل زي زمان زيارات مفاجأة، أكيد الدنيا هتتغير. أقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا فرق سرعات ما بين الرئيس كرئيس ومنظومة الرئاسة وما بين الوزراء. أنا أحد الوزراء، ما هو اللي يقرب السرعات دي الوزراء، اللي يقرب السرعات دي ان الاستجابة شايفين الرئيس فين رايح فين يروحوا معاه. انا هقول لحضرتك على حاجه، احد الـ الـ الوزراء من يعني السابقين من اصدقائي بيقول لي احنا كنا بنخاف من التليفونات بتاعه 7 الصبح عشان هو اللي بيصحى بدري وبيشوفه يتكلم. طبعا ما هو دي تدل على انه ده انت راجل في موقعك ولا لا، لانه ده هو بيعملها مع القنصليات والسفارات كمان. خد بالك يا استاذ عادل، الوزراء والمحافظين كانوا واخدين ان هو الحاكم بامر الله في وزارته او محافظته، لكن دلوقتي انت عندك رئيس بيتعامل باعتباره الموظف التنفيذي الاول في جمهوريه مصر العربيه. واكبر دليل على ده يا هاني انا معاك فيه، لان يعني التفاعل مع حادث امبابه وجه من على صفحته الشخصيه بالظبط قبل ما يرفع التليفونات على المسؤولين. ما كانش ده بيحصل. لا ما كانش بيحصل. عشان كده انا متفائل. هي المساله محتاجه وقت. اوكي في انجازات، ما احنا مش عايزين الوقت ده يطول. انا معاك، هي محتاجه وقت، مش عايزين الوقت ده يطول. لان انا هقول لك على حاجه، انت كنت بتتكلم على عجله الانتاج. اوكي، الناس في الاول لما الدوله اهتمت بالطرق والكباري كانت الناس بتشتم وتتريق وتقعد وغضب شديد. عايز اقول لحضرتك ان الطرق عملت فرق حضاري ضخم. انا حاسه في المنطقه اللي انا ساكن فيها، ما بين ازاي السيوله المروريه بقت موجوده. وعلى فكره الفكره اللي بتتعمل هنا دلوقتي هي الفكره اللي اتبنت بيها امريكا، اللي هي كل ما تعمل طرق وتظبط الدنيا ببعض الخدمات هتتنقل والناس هتتنقل بسهوله. تمام. والمركزيه بتاعت القاهره ما تبقاش موجوده. انا معاك وتفاؤلك ده انا حبيت انقله للناس، لان يعني اتناقشت معاك كذا مره عبر التليفون، والتفاؤل ده انا بحب دايما ان انا اكون متفائل بايجابيه، يعني مش متفائل كده من الهوى، لكن واضح ان انت يعني راجل متفائل جدا، ونقلت التفاؤل ده للناس بواقعيه، يعني مش تفاؤل وهمي. مصر هو دوله واقعي. مصر دوله كبيره وتستاهل أكيد. تبقى مكانها محترمه، والمواطن المصري يستاهل ترجع له كرامته وقيمته. يكفي دلوقتي يا استاذ عادل ان اي بني ادم مصري يحصل له اي مشكله في اي دوله كانت الوزيره نبيله مكرم بتسافر بنفسها فورا طبعًا. لواحد بني ادم واحد. أيوه. بني ادم واحد، ودي عمل التغيير على فكره. طبعا عمل التغيير وجداني ومعنوي كبير قوي. طبعا
حضرتك بقيت بره حاسس ان ليك ظهر، ان انت لو جرى لك حاجه مش هتتتبه، ولما تروح القنصليه انت عارف ان هيقولوا لك على الرحب والسعه طبعا مع وجود اللي هي برضه يعني انت عارف البيروقراطيه اللي موجوده في الورق، يعني هتاخد 15 يوم 20 يوم طبعاً. ما حدش يقدر يغيرها، لكن الترحاب وتاديه الخدمات اعتقد ان في طفره كبيره قوي حصلت. المصريين كانت علاقتهم في امريكا بينهم وبين مصر تقريبا انقطعت من سنه 2000 ل 2015 تقريبا. بالظبط كده، تقريبا ما كانش لينا علاقه بمصر خالص. ايوه بدات القنصليات والسفارات هنا، ويعني انا ببجل في القنصليه المصريه في لوس انجلوس بتقوم بخدمات فائقه السرعه والجوده، ويعني خلت معنويات المصريين حاجه تانية خالص في لوس انجلوس. انا بشيد يعني طبعا بدايه من السفيره لمياء مخيمر والسفير احمد شاهين، انا بعتقد يعني ان في طفره في عالم الخارجيه المصريه بقنصلياتها وسفاراتها، ووضحت في ان احنا كل اوراقنا الثبوتيه ممكن نجددها من خلال السفارات بسهوله ويسر غير معتادين. ايوه وده شيء رائع طبعا. طبعا ده شيء جميل يعني يحسب لوزاره الخارجيه، لان وزاره الخارجيه دي مدرسه. الخارجيه المصريه بقى لها 100 سنه مش من ايام عبد الناصر بس، الخارجيه المصريه من ايام زمان قوي يعني من قبل حتى سعد زغلول. بالظبط. اشكرك يا استاذ هاني، الحوار معك شيق جدا ومش عايز انهيه، ويعني ارجو ان انت تستمر معانا في القضايا التي تهم وطننا الحبيب من خلال النقد الايجابي والتفاؤل الواقعي مش الوهمي زي ما حضرتك نقلته لنا من كل كتاباتك. وانا انت كاتب شاطر قوي وانا مهتم بمقالاتك وبقراها من الالف للياء ومبسوط من نجاحك يعني. شكرا استاذ هاني لبيب الكاتب والصحفي وايضا المفكر والباحث وحاجات كتيره قوي. شكرا يا استاذ هاني، افكارك بتثري حتى لو مش متفق معاها كلها لكني اختلف باحترام معها في بعض الحاجات، مش وقته لطرحها لكن فيما بعد ممكن يعني نتوافق ونختلف، لكن في الاخر المحبه تبقى موجوده، وان تبادل الراي لابد ان يكون هناك الراي والراي الاخر، وهي دي الانسانيه، هي دي الحضاره، هي دي التقدم. شكرا جزيلا الكاتب الرائع استاذ هاني لبيب. الحقيقه يعني ما يخص التعليم بعد كده تنسيق الجامعات، كنت عايز اجيب لكم خبر ان تنسيق الجامعات ماشي على ما هو معتاد عليه زي السنين اللي فاتت، وان برضو ابتدت كليات الطب تاخد من اقل شويه وكليات الهندسه بتنزل ل 81 و82، وده طبيعي جدا لان مفيش حاجه اسمها ان ربع الثانويه العامه يجيبوا 100%، ده يبقى يعني اي كلام، وده اللي حققه الوزير طارق شوقي في انه حط الامور في نصابها علشان يبقى كل واحد ياخد حقه. في حاجات طبعا في سلبيات، ال 12% دي اللي هي الانسانه المتفوقه اكيد في سلبيات من الامتحانات والحاجات دي كلها، بس لو تشوف السلبيات قد ايه والناس اللي متظلمه قد ايه هتعرف انهم الافات، مش قليلين، الافات. نسبه برضو ممكن تكون حالات الغش الجماعي اللي حصلت السوهاج والكلام ده كله برضو دي من ضمن السلبيات اللي موجوده، مفيش حد يقول ان كل حاجه فيها ايجابيات. دي بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم، لكن عايز اقول كمان ان شهادات المعادله للتربيه والتعليم ابتدوا يقيموها، واغلبهم هيروح الجامعات الاهليه او الجامعات الغير حكوميه، اغلبهم هيروح الجامعات الاهليه او الجامعات الغير حكوميه، وربنا يديهم القدره على الاستمرار، وان التعليم سواء مجاني او غير مجاني المهم هو تعليم يكون مقدر ويكون فيه جامعات يعني وزاره التعليم العالي بتعترف بيها وبتدي نفس الشهادات، جامعه القاهره، جامعه عين شمس بتدي زي جامعات الاهليه وجامعه 6 اكتوبر وغيره، وبتبقى برضو في التعامل اعتقد بتبقى واحده، وده ما يحدث في مصر الان. انا هاخد بس حاجه تانية، خلاص خدنا تنسيق الجامعات، احنا في ترامب في مأزق الحقيقه وانهي بيه، ولو اخبار الحرب الروسيه الاول، ناخد اخبار الحرب الروسيه، هناخد عناوين لان انا دخلت موقع واحد احب ان انتوا تقروا، الحرب ما زالت شغاله وطاحنه وفي مشكله في مفاعل نووي، ان روسيا بتتهم اوكرانيا ان هي عايزه تفجره وهو في الاراضي الاوكرانيه، وطبعا ده يعني ده خلل في الاعلام
او تهكم حاجه كده استخفاف بالعقول يعني. نشوف مع بعض كده بعض الحاجات اللي هي الحرب الروسيه الاوكرانيه ونقرا العناوين بس، وحضراتكم اسيب لكم التصفح ده ممكن تخش على النت على اي موقع وتقرا الصعب جدا في الوضع في روسيا واوكرانيا. اخبار حرب روسيا واوكرانيا محتوى رئيسي، الوضع في محطه زاباروجيا في من اكبر مخاطر الحرب باوكرانيا، وطبعا زاد فيها ان انقطع الكهرباء وغيره، وفي صوره نطلع على طول نهار عناوين بس، دي صوره المفاعل النووي وحواليها في ادخنه من الناحيه الثانيه، يعني كمان في قصف في بعض محيط المحطة. مخاوف من كارثه، خلينا نقرا العنوان، العنوان بس انزل. ايوه، مخاوف من كارثه نوويه، تحذيرات اوروبيه من خطوره الوضع بمحطه زاباروجيا، وروسيا تتهم اوكرانيا بقصف منطقه النظائر المشعه. يعني معناها ان انا لو بالغلط قذفت النظائر المشعه هقول اوكرانيا، ده تهديد واضح وصريح، وطبعا ده ما يخش على العقول ان اوكرانيا هتعمل مفاعل نووي على اراضيها علشان تاذي نفسها. اللي بعد كده، الخبر اللي بعد كده، خليك معايا، اطلع كمان، هي برضو دي المحطه النوويه، من دي الدبابة جنب المحطة النووية، والدبابة روسية واضحة اهي. طهران عرضت المشاركة في الشبكة المالية لروسيا. واشنطن بوست: موسكو بدأت استخدام المسيرات الإيرانية في حربها بأوكرانيا، ودي بقى شغل سياسة، ده شغل سياسة. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمنيين غربيين بارزين قولهم أن روسيا بدأت استخدام المسيرات الإيرانية في حربها على أوكرانيا، يعني بتأييد حرب روسيا على أوكرانيا في المسيرات الإيرانية. في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، بيلاروسيا، بيلاروسيا اللي هي بتتبع روسيا، طائرات حربيه لحمل رؤوس نوويه بعد اتفاق مع بوتين، وهي طائرات بدون طيار، ودي يعني باينه اهي، يعني حضرات كقروا، وده بابلش سنه 26/8، يعني حاجه صعبه قوي. دي طائرات بدون طيار لحمل رؤوس نوويه، وده الاخطر. نطلع فوق كمان، يعني في حاجات كده صعبه قوي. للتخلص من اثار الماضي الروسي، كييف تعيد تسميه 95 شارع. يعني كييف بتعلن ان روسيا عدو رقم واحد للشعب الاوكراني. اوكرانيا قصدي بتعلن ان روسيا هي الشعب، او كييف هي اللي بتعرض، كييف دي اللي هي عاصمه اوكرانيا. اردوغان يتلقى طلبا لتبادل الاسرى، وانا بقول اهو بين موسكو وكييف، معنى ان في اسرى من الطرفين، يعني موسكو بتخسر. مش هن يعني اي حرب برضه موسكو هتخسر. أردوغان يتلقى طلب تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، القصف الروسي يتواصل على جنوب أوكرانيا، ومخاوف من قطع الكهرباء. ده قطر حرب روسيا وأوكرانيا. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زاباروجيا، وواشنطن تطالب منطقة منزوعة السلاح حولها، وبعثة دولية تستعد لزيارتها. وده المهم بقى، إن المحطة دي ما تتضربش، لأن ضربها كارثة على الإنسانية مش على أوكرانيا بس. وصورة المحطة ودبابة روسية جنبها. نطلع تاني كده، في كام عنوان تاني عايز اقولهم. بوتين يوقع مرسوما يرفع عدد القوات الروسية فوق المليونين، معناها ايه؟ ده معناها ايه؟ معنى الخبر ده ايه؟ الروسيا يعني كده بتكسب؟ يعني مش ممكن يعني، يعني حاجة. ودلوقتي دخلنا على الشهر السابع، روسيا بتكسب من 7 شهور حرب؟ ضد المنطق يعني، اخبار بتتذاع في الشرق الاوسط ضد المنطق تمام. اوكرانيا: اي هدنه مؤقته مع روسيا حاليا ستعني استمرار الحرب. مطالب امميه لموسكو بوقف عملياتها العسكريه قرب محطه نوويه، يعني بيحذروا روسيا بلاش المحطه النوويه دي، يعني عارفين انك انت بتهددي الناس بالنووي، وده طبعا يعني تهديد رخيص يعني. بعد ايام على اغتيال ابنه مقرب من بوتين، يعني واحد مقرب من بوتين ابنته تم اغتيالها في روسيا. تاس: وكالة تاس تكشف عن تعرض مسؤول روسي للطعن، وموسكو تعلن احباط عمل تخريبي. يعني ما فيش شفافيه في الاعلام الروسي للروس نفسه، ده معنى العنوان، وحضراتكم ممكن تقروه. نيوزويك: كلفتها مليار دولار هذه اكبر 5 خسائر عسكريه لروسيا في اوكرانيا. ده نيوزويك بتقول ان في حاجات كلفتها مليار دولار، دي حاجة يعني. خسائر روسيا العسكرية الخمس الأكثر تكلفة في حربية المستمرة على أوكرانيا بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار، وأكثر من كده كمان. نطلع بعد كده كمان، في خبر تاني. موسكو تقصف محطة قطارات شرقية أوكرانيا، وأمريكا تحذر من استفتاءات روسية زائفة.
وكل الأخبار عن كده، روسيا تقصف، روسيا تعمل، روسيا تودي، وأوكرانيا بتعمل أسرى وبتدافع زي أي دولة وطنية بتدافع عنها. وليس هناك نازيين في أوكرانيا، وهذه الادعاءات الروسية يجب أن تتوقف. نازي يعني إيه؟ أوكرانيا ما بتغزوش العالم، ده الغزو على أراضيها. يعني أنا بغزو أوكرانيا بقول في نازيين في أوكرانيا، ده ضد المنطق. كل الإعلام الروسي ضد المنطق. أنا مش ضد روسيا كدولة، أنا ضد سياسة بوتين، وبوتين هيودي روسيا في داهية، وهو فعلا انزلق إلى نقطة لا عودة. احنا بنقول ان روسيا دولة عظمى على عيني وعلى راسي، وتتجه وتبقى في تحالف مع النيتو على عيني وعلى راسي، ويبقى لها وضع خاص في النيتو على عيني وعلى راسي، وتبقى من ضمن القوى العالمية على عيني وعلى راسي، والقوى الاقتصادية لانها دولة منتجة ودولة مصنعة ودولة محترمة. لكن باللي بتعمله ده هي رايحة في ده، يعني هي مش في داهية قوي عشان تمتلك القوة والكلام ده كله، لكن في الآخر يعني أوكرانيا هتدفع الثمن، والروس اللي بيتقتلوا وبيموتوا دول هيدفعوا الثمن يعني. طيب ناخد بس عن ترامب، بس يعني خبر عن ترامب، لأن في الصحافة العالمية تناقلته بشكل صعب قوي. ترامب في مأزق بعد إعلان العدل، وزارة العدل الأمريكية، تفاصيل مذكرة التفتيش. وصحف بتقول الكشف عن 4 أسباب رئيسية وراء التحقيقات الجنائية، أبرزها كيفية نقل مستندات سرية FBI وتخزينها في مارا ليجو. الرئيس السابق يهاجم والعدل إفادة منقحة. الكلام ده بالحد هنا كتبت رباب فتحي بالجرائد المصرية عن بعض الجرائد وعن FBI وعن التصريحات. لا تزال تداعيات مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستمرة، حيث قالت صحيفة The Hill الأمريكية أن أحد مزاعم الأخير الرئيسية حول تفتيش منزله في مارالاجو تم تقويضها بعد إصدار وزارة العدل إفادة خطية يوم الجمعة تفصل أسباب المداهمة والتحقيقات الجنائية. بيقولوا احنا داهمنا ليه. ودفع ترامب بالرواية القائلة أنه محامية تعاونون مع استفسارات وزارة العدل حول وثائق من الفترة التي قضاها في البيت الأبيض، ويدعي أن هذه يعني أن غارة 8 أغسطس على أرض فلوريدا كانت غير مبررة. لكن الشهادة الخطية التي أقنعت القاضي بمنح أمر التفتيش تروي قصة مختلفة، وتشير الإفادة الخطية إلى أن هناك عملية مطولة استمرت حوالي 7 أشهر من عام 21 أن يقدم فريق ترامب على مدد أي وثائق على الإطلاق. واعتبرت الصحيفة أن الإفادة تعطي رواية أقل ودية بكثير مما قدمه فريق ترامب للأحداث في يونيو في هذا العام. على سبيل المثال وصف الرئيس السابق حلفاء زيارة مارالاجو قام بها مسؤول كبير في وزارة العدل جاي برات وثلاثة من عملاء جيبرات، ده اسمه وفي وزارة العدل جيبرات، وثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية في 3 يونيو بالزيارة اللطيفة وفقا لملف قانوني لقانون لترامب في وقت سابق في هذا الأسبوع. قال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كل ده تخمينات، مفيش اتهام صريح. بعد أن أطلعوا على غرفة التخزين التي تم فيها الاحتفاظ ببعض الوثائق، الآن كل شيء منطقي. ويشير ملف ترامب إلى خطاب بتاريخ 8 يونيو طلبت فيه وزارة العدل في الجزء ذي الصلة تأمين غرفة التخزين، وهو طلب ضمني تم تلبيته عندما طلب ترامب من الموظفين وضع قفل تاني على الباب. على النقيض من ذلك فإن الشهادة الخطية لوزارة العدل تقتبس خطابا في نفس التاريخ يفترض أنه نفس الرسالة تؤكد لمحامي ترامب أنه لا يوجد موقع آمن مخول لتخزين المعلومات السرية في أي مكان في المنتجع. ومن جانبه انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزارة العدل وقاضيا فيدراليا بعد إصداره إفادة خطية منقحة قدمت عدة تفصيلات جديدة حول البحث في منزله الخاص في وقت سابق في هذا الشهر. قال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال يعني سوشيال حقيقية، يعني إفادة منقحة بشدة وعليها علامات تعجب، لم يذكر أي شيء عن الأسلحة النووية، وهي حيلة كاملة للعلاقات العامة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وزارة العدل أو علاقة العمل الوثيقة بيننا فيما يتعلق بدوران المستندات، لقد قدمنا لهم الكثير. كما اشتكى ترامب من أن القاضي بروس راينهارت ما كان يجب أن يوقع على بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارالاجو
واقترح أن كل كان ينبغي عليه التنحي عن القضية. ومن ناحية أخرى حدد العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الإفادة الخطية لأمر التفتيش 4 أهداف رئيسية للتحقيق الجنائي. السبب الأول تحديد كيفية إزالة مستندات ذات علامات التصنيف والسجلات من البيت الأبيض أو أي موقع مواقع أخرى مصرح بها لتخزين المواد المصنفة وتم تخزينها في مارالاجو. السبب الثاني تحديد ما إذا كان موقع تخزين في مارالاجو هي مواقع مرخصة تخزين المعلومات السرية. السبب الثالث تحديد ما إذا كان قد تم تخزين أي مستندات أو سجلات سرية إضافية في مكان غير مصرح به في مارالاجو أو مكان آخر غير معروف ما إذا كانت تظل في أي مكان من هذا القبيل. والرابع التحديد أي شخص ربما يكون قد أزال المعلومات السرية أو احتفظ بها دون إذن أو في مكان غير مصرح به. ودي الخبر اللي هننهي بيه النهارده الحلقه، ان ترامب فعلا في مأزق قانوني لكن ما فيش اتهامات صريحه، كلها بيقولوا ان في مستندات وجدوها في البيت عنده تفيد انها يعني لامريكا وغيره وانها لا يجب الاطلاع عليها لاي احد. هل يعني ممكن يكون ان هذه المستندات سريه وازالت عنها السريه او لا؟ هو اللي حدد ترامب والمحامي بتاعه وما مدى جدية الاتهام، هل هو سياسي، هل هو جنائي، هل هو إقصائي لأن ترامب ما يترشحش المرة اللي جاية. 3 احتمالات قائمين في هذا الموضوع لم يحسم بعد. على مدار الأيام القادمة هنعرف إيه التهم اللي موجهة لي. إحنا قلنا الأسباب، لكن هل في تهمة صريحة؟ ممكن، وفي ما فيش تهم ممكن برضو. وقال هو بينتقد القاضي ان هو كان عليه التنحي لان القاضي ريبابليكان، هو فاكر ان الريبابليكان هنا يعني ممكن يقفوا مع بعض. لا طبعا، انا كنت بنتخب ترامب، وترامب لو رشح نفسه مش هنتخبه تاني لانه جر البلد الى انقسام رهيب الشكل. جايز حد غيره يقدر يعمل التئام للوحدتين في امريكا بين الريبابليكان والديمقراط، وخصوصا الديمقراط بيخافوا قوي. وعلى فكرة يعني عايز أقول إن أغلب الأقليات والحقوقيات دي كانت الحاجات اللي هي الحقوقية قوي بتنتمي إلى الديمقراط أكتر من الريبابليكان، وبيخافوا جدا من القوانين المجحفة في حقوقهم، ودي برضو لازم أطمنهم فيها لأن هو برضو بيمثلوا أكتر من 50% من الشعب الأمريكي. بهذا الخبر ننهي حلقتنا النهاردة، نرجو إن احنا نكون أفدناكم وحطينا النقط على الحروف إلى حد ما على حسب ما بنعرف وعلى حسب ما بنتكلم. لكن في الآخر يجمعنا إن احنا عايزين نبرز بدورنا الإعلامي دورنا في نهضة مصر الحديثة اللي أرجو إنها تبقى أسرع من كده، ومصر تستحق مكانة حاجة يعني احنا كمصريين بنهتم بيها، لدرجة إن في الكوبتك كلاب او الايجيبشن كوبتك كلاب موجود في كل جامعات امريكا العليا. ودي حاجه بتخلينا نزداد فخرا ان احنا كمصريين بندخل اولادنا احسن الجامعات الامريكيه، وبيعملوا زي نادي للمصريين موجود في امريكا. وعايز اقول ان السعوديين على الاكثر وعلى الارجح بياخدوا بعثات كتيرة جدا، السعوديين والإماراتيين والكويتيين والقطريين في الجامعات الأمريكية بعشرات الأعداد. نرجو أن مصر ممكن تهيئ ده حتى للدراسات العليا، أن يكون في دراسات عليا وفي درجة الماجستير والدكتوراه تمنح من خارج مصر وليس من داخل مصر للمصداقية. يعني طه حسين حضر في مصر وحضر خارج مصر، كل الناس اللي حضرت في مصر حضرت في خارج مصر، ودي للمصداقية ان درجة الدكتوراه اللي واخدها من مصر هي نفس الدرجة، فيبقى فيه نفس البحثية، او انها تبقى من بره بس. يعني دي حاجة، او التعامل مع الناس اللي من بره في التخرج، تخرجت من بره في الدكتوراه والماجستير والحاجات دي كلها، ودي برضو احنا بالنادي بيه. الى ان نلقاكم الاسبوع القادم، لكم من قناة السيسات اجمل امنيات بالسعادة.